مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من مدينة باكو الغامبية التي تستضيف المباراة الهامة في افتتاح التصفية المؤهلة لمونديال البرازيل عام 2014 بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغامبي، مجموعة تضم منتخبات كوت ديفوار، تنزانيا، غامبيا، بالإضافة لأسود الأطلس. مطالبون اليوم بتقديم أفضل العروض وبإقناع الجمهور المغربي الذي ينتظر ومنذ مدة طويلة الإقناع والنتائج الإيجابية التي غابت عنا خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الجابون وغينيا الإسيوبية. بعد الخروج من الدور الأول محطة التصفية المونديالية إلى البرازيل ذاهبون بإذن الله، لكن البداية ستكون أهم بكثير من الوصول للتدهور. البداية أمام منتخب غامبي طموح اليوم يقوده مدرب إيطالي في ظروف مساعدة على تقديم مباراة كبيرة، ثواني قليلة وسنتابع باهتمام كبير النشيد الوطني المغربي الذي يسبق الدخول في إطار تنافسي على أعلى مستوى بين المنتخبين الغامبي والمغربي. حضور كل العناصر الوطنية التي تلعب مباراة اليوم بطموح الفوز، بطموح تحقيق 3 نقاط، ولو أنها تلعب بباكو، باكو التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن العاصمة بنجول، المدينة صغيرة تتواجد بالضاحية الجنوبية للعاصمة. هنا حضور وزير الشباب والرياضة الغامبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة من ضيوف غامبيا اليوم لمتابعة هذا الحدث الكروي البارز بين المنتخبين الغامبي والمغربي. نتابع أيضا في الصور التي تصلنا من غامبيا حضور لجنة عن الاتحاد الإيطالي للهواة، وهي اللجنة التي كانت سببا رئيسيا في تعاقد الاتحاد الغامبي مع المدرب الإيطالي سيد مانشيني الذي تعاقد مع الاتحاد الغامبي لتدريب المنتخب الوطني خلفا لبيتر بونو جونسون المدرب واللاعب السابق للمنتخب الغامبي، مدرب فئة أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة. هنا تشكيل المنتخب الوطني: حسين خرج العميد، نادر المياغري كحارس مرمى، نجد لاعب الارتكاز عادل هرماش بالاضافه لزكريا برقديش من الجهه اليسرى، كريم يدفانا كجناح ايسر، اسماعيل بالمعلم كمتوسط خط دفاع، نجيد عبد العزيز براده جناح ايسر، ياسين الصالحي قلب الهجوم اليوم، يونس بالهندا صانع الالعاب، مهدي بن عطيه المدافع الاوسط، وايوب الخالقي المدافع من الجهه اليمنى لدفاع المنتخب الوطني والذي يحمل شارة العمادة اليوم في المباراة الأهم في التصفية المؤهلة لمونديال البرازيل. هذا الرقم 12 عميد المنتخب الغامبي مصطفى جارجو توبابو الذي يقود تشكيل المنتخب الغامبي: أوسمان كولي، بامودي جاني، باسيكو كوتشابي، يانكوبو سيساي مال، مصطفى جارجو العميد، مودو سيساي، مومودو دانسو، تيجان جايتي، عبدو جامي، كريستوفر ألان حارس المرمى، ورقم 6 الجناح الخطير ديم باسافيج هو التشكيل الرسمي للمنتخب الغامبي الذي يلعب مباراة العمر اليوم، مباراة للتأكيد على أنه منتخب قوي، منتخب وزن، يود أن يقدم نفسه اليوم كحصان أسود للمجموعة ولو قبل انطلاق التصفية المؤهلة لمونديال البرازيل. اليوم بباكو مباراة هامة بين المغرب وغامبيا وبملعب وافد بوانييه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، بالضبط في الساعة 6 مساء ستنطلق مباراة الكوت ديفوار وتنزانيا، ونبقى مع النشيد الوطني. الوطن الملك كان هذا النشيد الوطني المغربي في انتظار النشيد الرسمي لدولة غامبيا.
ما يقارب 20,000 مناصر تحية العلم الغامبي. يعني أجواء ممتازة جدا في مدينة باكو القريبة جدا من العاصمة الغامبية بانجول، التي تستضيف هذا الحدث انخراط كبير للجمهور الغامبي لمساندة المنتخب الأول للبلاد في مباراة هامة بالنسبة لهم أمام العناصر الوطنية، أمام المنتخب الوطني. تغييرات كثيرة بالمقارنة مع آخر تشكيل في كأس أمم إفريقيا، دخول أيوب الخالقي منذ انطلاق المباراة، نجد إسماعيل بالمعلم كمدافع أوسط، نجد عبد العزيز برادة وكذا كريم إدفان على الأطراف للمرة الأولى، ياسين الصالحي على مستوى خط الهجوم. تشكيل مغير لما تابعناه لا أمام السنغال ولا حتى في الكأس الإفريقية الأخيرة بالغابون وغينيا الإستوائية العميد لتصحيح. وحسين خرجة الذي يقود العناصر الوطنية اليوم لتقديم أفضل العروض للإقناع لكي ينسون جميعا ما وقع في الكأس الإفريقية الأخيرة بالغابون وغينيا الإستوائية، وحتى الأداء المخيب أمام السنغال في موعد ودي كان هو الثاني بعد كأس إفريقيا بعد مواجهة المنتخب البوركينابي بمدينة مراكش. طقوس مساعدة للعناصر الوطنية لتقديم أداء جيد أمام منتخب غامبي ليس من المنتخبات العريقة، المنتخبات اللي عندها تقاليد في كرة القدم الإفريقية على مستوى الفئات السنية. نعم هو واحد من أفضل المنتخبات العالمية في فئات أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة، وهو ما تأكد بذهابه بعيدا في مجموعة من المسابقات العالمية. نتابع تشكيل المنتخب الوطني المغربي: نادر المياغري، زكريا برقديش، إسماعيل بالمعلم، أيوب الخالقي، المهدي بن عطية، حسين خرجة، عادل هرماش، يونس بلندا، كريم إدفانة، عبد العزيز برادة، وياسين الصالحي. المدرب وإيري جريتس يساعده في مهامه المدرب الفرنسي دومينيك كوبرلي اللاعب السابق لنادي راسين كلوب دو لينس الفرنسي. معنوية جد مرتفعة للاعبي المنتخب الوطني لا في معسكر مراكش ولا مع الوصول لبانجول لمطار بانجول الدولي. هذا المهاجم وهذا المدافع الأوسط الصعب الميراس أبدو جاميت تيبوي الملقب بتيبوي، وهذا المدرب الإيطالي لوتشيانو مانشيني الذي تعاقد قبل أقل من أسبوع لتدريب المنتخب الغامبي خلفا لبيتر بولو جونسون المدرب السابق، والذي خلف بدوره مدرب بلجيكي كان يقود المنتخب الغامبي بول بوت الذي تم الاستغناء عنه بعد الفشل في الوصول لكأس أمم إفريقيا عام 2012. كل ثقة في لاعبي المنتخب الوطني المغربي لتقديم عرض جيد اليوم، ما يهم الانتصار البداية دائما ما تكون هي الأهم. نتذكر عام 2002 بعد التعادل بويندوك أمام المنتخب الغامبي ضيعنا نقطتين غاية في الأهمية، خسرنا المباراة الأخيرة أمام السنغال ولم نلعب مونديال كأس العالم لكوريا الجنوبية واليابان. تكرر نفس السيناريو في تصفيات مونديال 2006 بألمانيا، سيناريو أيضا عام 2010 بجنوب إفريقيا بعد الخسارة أمام المنتخب التونسي بعدما ضيعنا مجموعة من النقاط. اليوم نتمنى صديقين متابعة مستوى رفيع للعناصر الوطنية، نتمنى انخراط الجميع في مردود كروي يليق بكرة القدم الوطنية وبتاريخ المنتخب الوطني الذي يبحث عن ذاته اليوم على الساحة الإفريقية. هذه أول كرة تجاه ياسين الصالحي، التغطية موجودة من طرف الرقم 17 يانكوبا سيسايمال، تعود للمدافع الأوسط مومودو دانسو، مشات الكرة للرقم 12 هذا العميد مصطفى جارجو توبادو. منتخب غامبيا ليس بالمنتخب السهل، منتخب لديه من الإمكانية الفنية ما يؤهله اليوم للظهور بوجه ممتاز أمام المنتخب الوطني المغربي. راية مرفوعة من طرف الطاقم التحكيمي الذي يقود مباراة اليوم بقيادة الكاميروني اليوم نيون، الحكم الكاميروني الذي قاد مجموعة من النزالات الكروية التي كان طرفها مغربيا في 6 مواجهات للوداد، للمنتخب الأولمبي، للمنتخب الوطني المغربي ونزالات أخرى أيضا. هذه كرة للمنتخب الغامبي من جديد، يعتمد على خطورة المميز المهاجم الذي
يعتبر من أبرز المهاجمين في المنتخب الغامبي. مومودو ساساي الملقب بزيكو، متر 95 سنتيمتر، هو المهاجم الأوسط للمنتخب الغامبي والذي يلعب اليوم بشكل رسمي في غياب أوسمان جلو المحترف بالدوري التركي الذي يغيب بسبب الإصابة. تعود الكرة للعناصر الوطني من كلمة يدفنا ليونس بالهندا، إيري جيريتس اليوم وظف الثنائي بالهندا كريم يدفنا اعتماد على تجربة رجلين معا لعب لنادي مونبولييه في عدد قليل من المباريات، في 3 أو 4 مباريات، يبحث عن الانسجام الغائب منذ الكأس الإفريقية. هذا أمر طبيعي يدخل اليوم الثنائي كريم يدفنا ويونس بالهندا. عبد العزيز برادة لاعب المنتخب الأولمبي المغربي ولاعب نادي خيطافي الإسباني اليوم يلعب على مستوى خط الهجوم، لاعب عنده خبرة إفريقية. لا ننسى أنه شارك في تصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن بالموزمبيق بمابوتو وبالكونغو برازافيل، كان حاضرا في تأهل العناصر الوطنية للدور النهائي ما قبل المشاركة في أولمبياد لندن عام 2012. زكريا بركديش اتجاه ياسر الصالحي، نتمنى اليوم أن يكون مقاتلا وأن يكون عنصر ثقة في خط الهجوم. المفاضلة ما بين ياسين الصرحي ويوسف العربي تمنح الثقة لإيري جريتس، يوضع كامل الثقة في هذا الرجل مهاجم الرجاء البيضاوي ياسين الصرحي. هنا خطأ كان ضد كريم يدفنا، المباراة الأولى له في الأدغال الإفريقية بغامبيا بباكو، مشات الكرة بالراس للمنتخب الوطني المغربي وإبعاد الكرة بشكل نهائي من عبدو الجامي لحارس المرمى نادر لميغري. هذا عبدو الجامي رقم 16 المدافع الاوسط للمنتخب الغامبي، واحد من اكثر اللاعبين خبره في المنتخب الغامبي. في منتخب العقارب التي تود اليوم ان تلسع حدود المنتخب الوطني المغربي، ان تقف امام اصرار المغربي لبلوغ المباراه الثانيه امام الكوت ديفوار بثقه كبيره للذهاب بعيدا في التصفيات المؤهله لمونديال البرازيل عام 2014. البدايه ببانجول، بالضبط بباكو، بعدها بمراكش، مرورا عبر محطة دار السلام أمام تنزانيا، من ثم استقبال تنزانيا، الرحيل لملعب فيليكس وافيت بوانييه، والختام سيكون بملعب فيليكس وافيت بوانييه. قبلها سيكون المنتخب الوطني المغربي هو الطرف المستضيف للمنتخب الغامبي. مشات الكرة للعناصر الوطنية يبحثون عن الدخول في المباراة منذ الدقيقة الرابعة، أمر طبيعي لازم تسجيل هدف منذ الدقيقة الأولى لكي تزداد الأمور سهولة على العناصر الوطنية يلعبون أمام منتخب غامبي. ولو أن التقارير الإخبارية وآراء النقاد والمحللين أجمعت على أن منتخب غامبيا هو منتخب عادي جدا، منتخب تعاقد للتو مع مدرب جديد لوتشيانو مانشيني قبل 4 أيام من انطلاق التصفيات، بالكاد تعرف على اللاعبين في حصة ما قبل يوم أمس، لكن كل هذه المعطيات ستدوب في فلك مباراة قارية على أعلى مستوى، ستدوب بالنظر لقيمة المنتخب الغامبي وقيمة لاعبيه وإصرارهم على بلوغ أدوار متقدمة من التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل. هذا المهاجم الرقم 9 لاعب سان غالين السويسري الممارس بدوري الدرجة الثانية بامودو جاني. بامودو جاني يلعب على مستوى خط الهجوم اليوم مع مودو ساساي زيكو، الثنائي الذي يوظفه المدرب الايطالي لوتشيانو مانشيني. لكن للامانه ولتقريب فقط المعلومه من الجمهور الذي يتابع هذه المواجهه، من وضع التشكيله اليوم ومن يقود المنتخب الغامبي هو بيتر بودو جونسون الذي ارتبط بالمنتخب الغامبي منذ سنوات عده، منذ المشاركه في كاس العالم لاقل من 17 سنه، المشاركه في مونديال كاس العالم لاقل من 20 سنه، كانت هذه مجموعة من التدورات القارية. كريم يدفنا بشبكورته من الجهة اليسرى، لاعب ممتاز جدا كريم يدفنا، يتحصل على خطأ في مكان جيد وجيد للغاية للمنتخب الوطني. في التنفيذ سيكون حسين خرج، هذا كريم يدفنا واحد من أفضل لاعبي البطولة الفرنسية مع نادي مونبولييه، لولا الإصابة لكان هو النجم الأول للبطولة الفرنسية مع نادي مونبولييه. غاب لما يقارب الخمسة أشهر عن نادي مونبولييه وبعد عودته أول يوم بالمنتخب الوطني المغربي، وعود غياب إسماعيل العيساتي. حسين خرجة قد يكون الهدف الأول في المواجهة، حسين خرجة في تنفيذ هذه الكرة مرفوعة بروس وخروج الحارس آلان كريستوفر يبعد الكرة عن مرمى.
حارس نادي غامبيا سبورتس اوتوريتي، حارس ممارس بالبطولة الغامبية. هنا الإعادة، عادل إرماش كان بإمكانه أن يصل لمرمى الحارس الغامبي، كرة ممتازة جدا. الحكم لم يتدخل للإعلان عن ضربة جزاء. يتواصل اللعب للمنتخب الغامبي. كانت هذه واحدة من أبرز فرص المواجهة في الدقيقة السابعة. العناصر الوطنية تصل لمرمى المنتخب الغامبي. غامبيا ستبحث عن ذاتها، عن قدرتها الفنية للتعامل مع مباراة صعبة في الدقائق المقبلة، وبالتالي لازم الحذر، لازم التعامل بحذر، بالخصوص معنيين بالأمر ثنائي خط دفاع إسماعيل بن معلم ومادي بن عطية. هنا حسين خرج في حديث مع اليمني. وهنا الإعادة، كان ضربة جزاء واضحة للمنتخب الوطني المغربي. كريستوفر ألين تدخل بخشونة، والحكم اليمني، الحكم الكاميروني، يأمر بمواصلة اللعب. هذا أمر عادي، يجب أن ننتظر بعض المجازر التحكيمية في القارة الإفريقية. هذا أصبح أمر متعود، لازم سجلوا أهداف وعدم الاكتلات لحكم المباراة اليمني من الكاميرون. مشات الكرة من الجهة اليمنى. ياسين الصالحي، تدخل مرة أخرى لأبدو جامي، مدافع تجده في كل مكان، تابعناه باهتمام كبير في مباراة غامبيا والجزائر. ياسين الصالحي، كرة بالراس في التماس. في التنفيذ المدافع الأيسر باسي كوكو جابي، المدافع الأيسر لنادي بيرنيان إدنبرا، 25 سنة. هذا لاعب جاء من نادي فرانكفورت بالبوندسليغا الألمانية، لعب مباريات قليلة. تعود الكرة من جديد للعناصر الغامبية. تيجان جايتي كان غائب عن مباراة الجزائر. هذا ألان كريستوفر، حارس مرمى، يعتبر نقطة الضعف الأولى في المنتخب الغامبي وفقا لما تأكد من طرف الإعلاميين الغامبيين في مجموعة من المنابر الإعلامية الغامبية المميزة كجريدة ذا أوبسيرفر وجريدة ذا بوينت. هذه من أبرز الصحف التي تصدر يوميا في العاصمة الغامبية بانجول. مشات الكرة في تماس المنتخب الغامبي. لاعب إمكانياته، لاعب بما يتوفر عليه من إمكانيات من حيث اللاعبين، أغلبهم يمارس في الدوري السويدي، بعض الممارسين في البطولة البلجيكية، في دوري الدرجة الثانية في تشالنج ليج في سويسرا. ليس لهم خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الإفريقية الكبيرة، لكن اليوم أمام المنتخب الوطني المغربي أؤكد مرة أخرى أن مهمة صعبة. ثلاث نقاط هي الأهم، غير الثلاث نقاط ستكون نتيجة سلبية للعناصر الوطنية. إسماعيل بن معلم يبعد الكرة في تماس للمنتخب الغامبي. بالمعلم المدافع الأوسط للرجاء لم يكن حاضرا أمام السنغال، واليوم يشرك للمرة الأولى مع المنتخب الوطني المغربي. كما تابعنا يوم أمس في النشرة الإخبارية الرئيسية بقناة الرياضية، تعرفنا على التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم. يعني إيري غريتس في آخر حصة يوم أمس كان وضع الثقة في كل العناصر التي ستلعب اليوم، باستثناء تعويضه لعصام عدوى في آخر لحظة بأيوب الخالقي الأكثر خبرة في الملاعب الإفريقية. ولو أنه عصام عدوى مدافع فيتوريا جيميريتش كان حاضر في مجموعة من المباريات في وقت سابق مع المنتخب الوطني. عبد العزيز برادا لاعب نادي خيطافي الإسباني، تصير الكرة لعادل هرماش، لاعب الارتكاز للسلام وإعادة توزيع الأدوار، البحث عن الرجل القادر على فك لغز المنتخب الغامبي، فك لغز العقارب اليوم. بالردى عادل هرماش، هنا الكرة الثانية مهمة ومهمة جدا في مباراة اليوم أمام غامبيا. كرة ضاعت، وجدت عادل هرماش تسديد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس ألين كريستوفر. كما ذكرت اليوم غياب مجموعة من العناصر الأساسية في المنتخب الغامبي، أبرزهم المهاجم المميز جدا اللاعب السابق لنادي الرجاء أوسمان جالو، لاعب نادي كايكوريزا سبور بالبطولة التركية، بالإضافة لساين نياسي لاعب نيو إنجلاند ريفولوشن بالبطولة الأمريكية بالدوري الأمريكي للمحترفين. هادو من أبرز الغائبين عن مواجهة اليوم في المنتخب الغامبي. تصل الكرة من جديد أيوب الخالقي، أيوب الخالقي مشى بكرته من الجهة اليمنى، كرة تصل للاعبي خط الهجوم، والتغطية موجودة من طرف المدافع الأوسط للمنتخب الغامبي عبدو جامي الملقب بتيبوي، لاعب نادي كادما الكويتي.
لاعب سابق لنادي الترجي الجرجيس التونسي، وكان حاضرا في مباراة سابقة لنادي أولمبيك فريبكا مع نادي الترجي الجرجيس وانتهت بسداسية تاريخية. مشات كرة من الجهة اليمنى للمنتخب الغامبي والتغطية من باسي كوكو جابي. باسي كوكو جابي والكرة في التماس للمنتخب الوطني أيوب الخليقي. مشات كرة الحكم يقول الزاوية للعناصر الوطنية أمام هذا المدرب الإيطالي، المدرب الإيطالي لوتشيانو مانشيني. قصة هذا الرجل مع المنتخب الغامبي غريبة نوعا ما، زيارة لمنتخب غامبيا الأقل من 17 سنة لإيطاليا لإجراء دورة دولية ودية، دفعت هذا الرجل للتهرب من مسؤولية الاتحاد الغامبي، واليوم يتم التعاقد مع الرجل. حسين خرج كرة مرفوعة، يلا الكرة براسه، كرة ممتازة جدا تعود من جديد من طرف الدفاع الغامبي. مازال الخطورة للعناصر الوطنية من يونس ملندا. زكريا برقديش، مشات كرة حسين خرجة ليونس بلهندا، الاستلام من ياسين السرحة وعبد العزيز برادا، مشات يونس بلهندا، يلا كرة ممتازة، تغطية موجودة مرة أخرى من طرف تيجاني جايتي. تيجاني جايتي والكرة في التماس أمام أزيد من 20,000 مناصر بملعب الاستقلال بمدينة باكو الغامبية التي تستضيف المباراة الهامة بين غامبيا والمغرب. أمر طبيعي جدا أن المباراة تكون صعبة منذ البداية 13 دقيقة. العناصر الوطنية ممكن أكثر خطورة، لكن المنتخب الغامبي يتوفر على لاعبين بإمكانهم أن يصلوا لمرمى نادي المغرب في أي لحظة. مشات هذه كرة ممتازة من الجهة اليسرى، بامودو جاني، بامودو جاني الجناح السريع من الجهة اليسرى، اللاعب رقم 9 بامودو جاني. كرة مرفوعة صعبة 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 وتمر بسلام على مرمى الحارس نادي المغربي. كما قلت بامودو جاني وهذا الرقم 12 اللاعب الممتاز جدا مصطفى جارجو تورابو، لاعبين ممتازين للغاية، بالتالي لازم التعامل بحذر مع لاعبي المنتخب الغامبي. 14 دقيقة والنتيجة 0-0، لازم يكون هدف الدقائق الأولى تقرب أكثر من نتيجة الانتصار. نتمنى أن الثقة تكون حاضرة لدى العناصر الوطنية لبلوغ الهدف اليوم المتمثل في 3 نقاط في نتيجة الانتصار. حسين خرجة في التغطية، حسين خرجة لو كان حاضر ذهنيا وفكريا وبدنيا اليوم بشكل تعودناه أكيد أنه سيمنح التوازن المطلوب لخط وسط المنتخب الوطني مع رفيقه لاعب نادي الهلال السعودي عادل رماش. الخطأ كان ضد العميد مصطفى جارجو توبابو لاعب نادي مونس البلجيكي، ضربة خطأ، صعود اللاعبين طوال القمة، حذاري من مومودو دانسو، حذاري من مومودو دانسو ومامادو ساساي، لاعبين طوال القمة للمنتخب الغامبي. ديمبا سافيتش كرة مرفوعة والهدف، الهدف للمنتخب الغامبي. كما ذكرت بامودو جاني يتمكن من تسجيل الهدف الأول في مباراة اليوم أمام المنتخب الوطني. كرة ثابتة تصل لبامودو جاني الذي يسجل الهدف الأول للمنتخب الغامبي. غامبيا كانت متقدمة أمام المنتخب الجزائري، إلا أن إصرار لاعبي المنتخب الجزائري أهلهم للعودة في نتيجة المباراة والانتصار. لازم يكون تعامل بشكل ذكي مع الدقائق المقبلة. هنا الخطأ مزدوج ما بين المهدي بن عطية واسماعيل بن معلم، اسماعيل بن معلم والمهدي بن عطية، خلاه اللاعب مودو جانيل وحده منطقة الجزاء ويتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 من المواجهة. تتواصل المباراة، نعم هدف لصفر، وبالتالي لازم التعامل بشكل ذكي مع الدقائق المقبلة. حسين خرجة لزكريا برقديش، مشى الكرة الكريمة يدفنا، كريمة يدفنا مشى بكورته من الجهة اليسرى، مشى بكورته من الجهة اليسرى، كريمة يدفنا كرة مرفوعة، يلا الكرة براس، يلا هذه كانت كرة ممتازة، لكن في الأخير لحارس المرمى كريستوفر ألين. تصل الكرة من جديد ليان كوبا سيسايمال، يان كوبا سيسايمال، تعود الكرة للعناصر الوطنية، يلا الكرة تسدد يونس بلندا بعيدا عن مرمى الحارس كريستوفر ألين. هذا سيناريو لم يكن متوقعا من طرف لاعبي المنتخب الوطني، يعني الدقيقة 15 استقبال الهدف الأول
لازم بذل جهود اكبر للوصول مره اخرى للمرمى. كريستوفر الين منتخب غامبيا يتوفر على دفاع عادي وعادي جدا، لكن خط هجوم صعب المراس ما تاكد في المباريات السابقه، في مباراه وديه امام الجابون بليبرفيل، في مباراه الجزائر، في مباراه امام السنغال ابان المنتخب الغامبي على علو كعبي على مستوى خط الهجوم ولو في غياب اوسمان جالو لاعب نادي رزاسبور التركي. عادل رماش بشب كورتو عادل، كره مرفوعه، المتابعه من فقط من الان كريستوفر. هذا امر عادي في كره القدم، كل طرف ممكن يستقبل هدف، ممكن يسجل عليه هدف، لكن الاصرار عاده هو من يصنع التفوق ومن يصنع الاجاده في الملاعب الافريقيه. الملاعب الافريقيه لا تؤمن اليوم الا بمنطق الاجاده وبمنطق الافضليه في التعامل مع 90 دقيقه كما هو الحال اليوم في مباراه غامبيا والمغرب. وكما ذكرنا ذلك في عدد كبير من المباريات، المنتخب الوطني المغربي اليوم مصنف ضمن المنتخبات التي تحتل الصفوف الثالثة والرابعة على الساحة الإفريقية، وبالتالي لازم العمل اليوم على تشكيل منتخب قوي ينتصر ويتعلم مفهوم الانتصار وثقافة الانتصار في الملاعب الإفريقية. اليوم لا غنى عن الثلاث نقاط أمام المنتخب الغامبي. مشات كرة من يونس بالهندا والحكم اليوم نيون يتدخل ليمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني. زكريا برقديش من تحصل على الخطا، وكريم يدفنا افضل عنصر مع انطلاق المواجهه. شبه غائب لاعب عبد العزيز براده من الطرف الايمن وحتى ياسين الصالحي. حسين خرج العميد في تنفيذ الخطا، مشات كره للجهه اليسرى اتجاه ياسين الصالحي، تعود من جديد عادل رماش. عادل رماش للمهدي بن عطيه للاستلام على مستوى خط الدفاع. اسماعيل بالمعلم مع حسين خرجه، حسين خرجه من الجهه اليسرى، مشى بكرته حسين الكريم ايتفانا. كريم ايتفانا يتحصل على الكره، تعود هجمه مضاده للمنتخب الغامبي. منتخب غامبي يبحث عن اهداف اخرى، مشى بكرته من الجهه اليمنى، هنا ضربه خطا لصالح العناصر الوطنيه ضد اللاعب باساي كوكو جابي. عادل هرمش تسير الكره من جديد، حسين خرجه مع المهدي بن عطيه، ايوب الخالقي، ايوب الخالقي من الجهه اليمنى، لازم فك لغز دفاع المنتخب الغامبي. الاعتماد على كرات قصيره في ارضيه ملعب غير مساعده على تقديم مباراه على اعلى مستوى. المنتخب الغامبي منتخب ذكي يعتمد على الكرات الطويله، ولو انه من الصوره تظهر انه ارضيه ملعب الاستقلال باكو ارضيه جيده، لكن هي ارضيه لا تساعد على الاعتماد على الاداء الفرجوي والاسلوب المهاري للاعبين. لازم تكون هناك واقعيه في اللعب على الاقل في الجوله الاولى لبلوغ هدف التعادل للعناصر الوطنيه. الواقعيه هي من تمنح التفوق اليوم. مشى الكره زكريا برقديش على مهله من الجهه اليسرى، زكريا برقديش مرر الكره بالخطا فقط للحارس كريستوفر الين. هذا المدرب الغامبي الايطالي لوتشيانو مانشيني درب قبل قدومه لغامبيا نادي بدوري الدرجه الرابعه بالدوري الايطالي، لا يتواجد في رصيده اي اشراف على اي نادي وازن في الدوري الايطالي حتى في الدرجه الثالثه. مدربش المدرب يواجه اليوم إيري جريتس المدرب البلجيكي. مشات كره مرفوعه صعيبه صعيبه صعيبه، الله يدوز على خير، وفي الاخير تواجد العناصر الوطنيه. اسماعيل بالمعلم ومهدي بن عطيه ابعد الخطوره عن مرمى نادر المغري. الخطوره تاتي من الجهه اليسرى لدفاع المنتخب الوطني من جهه زكريا برقديش، من الابعاد من مهدي بن عطيه. لحسن الحظ كان مهدي بن عطيه في المكان المناسب. زكريا برقديش ما عندوش تجربه في الملاعب الافريقيه، لاعب للمنتخب الاولمبي كان حاضر في مباريات سابقه نعم، لكن امام منتخبات الفئه الاولى على الصعيد الافريقي لازم وقت كبير للتفاعل مع المنتخبات الافريقيه من حجم منتخب غامبيا. تصل الكره من جديد لزكريا برقديش، والكره في تماس للمنتخب الغامبي. ثلث ساعه الاولى، النتيجه هدف لصفر للمنتخب الغامبي. لا مكان للخطا في مباراه اليوم، لا مكان للخطا، اما الانتصار أو ستتغير مجموعة من الأمور.
كرة للمنتخب الغامبي من الجهة اليسرى، تصل باساي كوكو جابي، مسجل الهدف بامودو جاني لكو جابي. كو جابي كرة عرضية، مهدي بن عطية يتدخل هجمة مضادة، لازم تكون هناك سرعة في التعامل مع الهجمات المضادة للعناصر الوطنية. استغلال صعود لاعبي المنتخب الغامبي، هذا يونس بالهندا، يونس بالهندا لا مكان للمهارة اليوم، الواقعية هي اللي بإمكانها أنها توصلنا المرمى. الحارس الغامبي كريستوفر ألين، مهدي بن عطية تغطية بشكل جيد على زكريا برقديش، حتى بن عطية شاف أن هناك خلل من الجهة اليسرى لجهة زكريا برقديش وهو من يتكفل بالتغطية. حسين خرجة، حسين خرجة والخطأ للمنتخب الوطني. ما لجمش الانسياق وراء الحكم الكاميروني اليوم نيون، حكم المعين من طرف الكونفدرالية الإفريقية لقيادة مباراة اليوم. هذا كريم يدفنا، لازم فتح اللاعب في خط الوسط، هذه كرة مرفوعة، يلا الكرة بالراس، هذه كرة صعيبة وخروج الحارس كريستوفر ألين. دومينيك كوبيرلي في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا عام 2012 كان هو المدرب الرسمي أمام تنزانيا بدار السلام، وحقق الانتصار أمام تنزانيا، الانتصار الذي أفادنا كثيرا في باقي المشاوير أمام الجزائر وأمام تنزانيا وأمام إفريقيا الوسطى. اليوم في مباراة هامة بباكو لازم الانتصار إن أردنا فعلا الذهاب بعيدا في التصفيات المونديالية نحو مونديال البرازيل. عادل هرماش، تصل الكرة للعناصر الوطنية، يونس بالهندا، يونس بالهندا، هذه كرة ممتازة، كان تسلل وفقا لصافرة الحكم اليوم نيون، كان تسلل ياسين الصالحي. ٢٣ دقيقة الحكم يعلن عن حالة تسلل ضد ياسين الصالحي وهدف مرفوض للمنتخب الوطني المغربي. هنا إصابة للحارس كريستوفر ألين، سنتابع مثل هذه المشاهد كثيرا في مباراة غامبيا المغرب هنا بباكو. 24 دقيقة، هدف لصفر وإصابة الحارس الغامبي ألكسندر ألين كريستوفر. منتخب غامبيا الذي يتوفر على منتخب أقل من 17 سنة، ما شاء الله من المنتخبات الأبرز على الصعيد الإفريقي والعالمي منتخب غامبيا. نتذكر عام 2005 بالبيرو لما هزم البرازيل في المباراة الأولى، ولما أسقط المنتخب القطري بهدف سيساي وأوسمان جالو وجاني، اللاعبين اللي حاضرين في مباراة اليوم كانوا حاضرين في مونديال كأس العالم أقل من 17 سنة عام 2005. الخسارة أمام هولندا بليما بالعاصمة البيروفية ليما حكمت على المنتخب الغامبي بالمغادرة وتحول لكأس العالم لأقل من 20 سنة بكندا عام 2007. ما كانش تسلل تماما للحكم اليوم نيون الذي يجد نفسه اليوم في ورطة حقيقية، عدم إعلانه عن ضربة جزاء وهدف ملغى من طرف الحكم اليوم نيون، أمر غير طبيعي من طرف هذا الحكم. هذا لا يمنع على أنه العناصر الوطنية اليوم لازم أنها تسجل أهداف، ولو أنه الحكم ما ينصفكش 20 ولا 30 مرة لازم أنه لغة الأقدام هي اللي تحكم في مصيرنا اليوم، ما يتحكمش في مصيرنا حكم كاميروني يسمى اليوم نيون. عادل هرماش، عادل هرماش لياسين الصالحي، كرة تصل للجهة اليسرى، كرة طويلة مازال، والحكم المساعد الأول يمنح التماس للمنتخب الغامبي. عبد العزيز برادة مازال ما دخلش في المباراة ونحن نصل للدقيقة 25. هدف لصفر لحدود الساعة، تنفيذ التماس، باساي كوكو جابي، تعود الكرة من جديد للمنتخب الوطني. أيوب الخالقي، أيوب الخالقي، الحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني. هنا الإعادة لكرة أيوب الخالقي، كان لازم إنذار للمهاجم مودو سيساي، مودو سيساي كان لازم إنذار رقم 19. هنا ضربة خطأ لازم أنها تستغل، الهدف لو جاء في دقيقة 25 سيكون هدف هام وهام للغاية. تعود الكرة من جديد، يونس بالهندا، يونس بالهندا للجهة اليمنى مع أيوب الخالقي وحسين خرجة، مازال الخطورة للعناصر الوطنية. بعد الكرة تعود من جديد لمومودو سيساي في التماس للمنتخب الوطني. إسماعيل بن معلم يصل بالكرة
ليونس بالهند مشات ايوب الخالقي، ايوب الخالقي الكره من الجنوب، يلا كره عرضيه، يلا كره، كره هدف، كره هدف، وياسين الصرحي يسدد الكره بعيدا عن مرمى الحارس كريستوفر الين. ضربه زاويه للمنتخب الوطني، كانت كره ممتازه من ايوب الخالقي، لما يجي الدعم من ايوب الخالقي وزكريا برقديش سنجد الحلول في دفاعات المنتخب الغامبي. هنا كانت ضربه زاويه، نعم كانت ضربه زاويه، نعم ضربه زاويه، هنا كره مرفوعه، المتابعه بالراس، يلا الهدف، ابعادها من طرف دفاعات المنتخب الغامبي. كريم يدفانا، يلا بسرعه يونس بالهندا، واحد اثنين مشى بكرته من الجهه اليمنى، كره مرفوعه، مازال الخطوره، يلا كره براس حسين خارجه، مازال الخطوره في خط هجوم المنتخب الوطني الذي يدخل في المباراه في الثلث ساعه الاخيره من الجوله الاولى. النتيجه هدف لصفر، المنتخب الوطني الاكثر خطوره ومنتخب غامبيا يعتمد على الكرات الثابته والهجمات المضاده، وهو ما تاكد في اخر تصريحات للمدرب لوتشيانو مانشيني في تصريح الجريده دو اوبسيرفر، قال انني ساعتمد على الهجمات المضاده والكرات الثابته لاضع المنتخب المغربي القوي امام المحك. مهدي بن عطيه للمدافع الايمن ايوب الخالقي، ايوب الخالقي مشى بكرته من الجهه اليمنى، هذه مباراه نور الدين مرابط، مشى بكره ايوب الخالقي، واحد اثنين الكره ضائعه، يونس بالهندا، يونس بالهندا، هذا هو الاسلوب اللي لازم يلعبوا به العناصر الوطنيه. اليوم ليون تردد كثيرا في اشاره بطاقه صفراء، وهو يدير اللاعب ايوب الخالقي المدافع من الجهه اليمنى لدفاع المنتخب الوطني. الانذار الاول للحكم الكاميروني اليوم ليون، اليوم ليون، هنا الإعادة، شاف أنه كان خطأ ضد ديان كوبو سيسايمال لاعب نادي نونيكاليو الإستوني محترف في البطولة الإستونية. كرة من جديد للمنتخب الغامبي، حذاري من الكرات الثابتة، حذاري من مومودو، حذاري من مومودو، وإبعاد الكرة من جديد من طرف إسماعيل بالمعلم في التماس، إبعاد الكرة في التماس. لوتشيانو مانشيني يأمر لاعبيه باستغلال الكرات المتاحة باعتماد الواقعية في اللعب، والفعالية لازم أنها تكون حاضرة، وهو ما تأكد من الفرصة الوحيدة التي أتيحت للمنتخب الغامبي وجسدها بامودو جاني لهدف أول. هذا كان خطأ، كان خطأ ضد ديمبا سيفيج لاعب أوجك إلسينكي الفنلندي. ضربة خطأ للمنتخب الغامبي، نهوض كل المناصرين يعلمون جيدا قدرات العقارب في اللسع من كرة ثابتة، كرة مرفوعة، لحسن الحظ أنها مرات من دون خطورة على مرمى النادي المغربي. الكرات الثابتة اليوم لاعتماد على طول قامة مجموعة من العناصر، لازم يكون تعامل بحذر مع مؤهلات هؤلاء اللاعبين. تلعبات الكرة المنتخب الوطني المغربي من نادي المياري الأيوب الخالقي من الجهة اليمنى، أيوب الخالقي تحرك في العشر دقائق التي مضت، مشى الكرة لياسين الصالحي والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ لا منح الامتياز، الكرة في التماس للمنتخب الوطني، الكرة في التماس للعناصر الوطنية. ياسين الصالحي مراقب من عبدو جامي، عبدو جامي مشات كرة المنتخب الوطني في منطقة الجزاء، هذه كرة صعبة، كرة صعبة للمنتخب الوطني، تعود من جديد زكريا برقديش، زكريا برقديش اليوم لازم تكون عنده مهام دفاعية فقط، مهام التغطية من الجهة اليسرى، التغطية على سافيج، عبد العزيز برادا، أيوب الخالقي الاستلام من الجهة اليمنى، أيوب الخالقي تصل الكرة من جديد، يونس بالهندا، يونس بالهندا الفاصل المهاري الذي نتمنى أن يكون حاضرا اليوم لإيجاد الحلول في دفاع المنتخب الغامبي. مشات الكرة من جديد، عادل هرماش، عادل هرماش الحكم منح الامتياز، التغطية موجودة لحسن الحظ من زكريا برقديش مع اسماعيل بالمعلم، عودة من حالة تسلل الحكم يمنح الامتياز من جديد للاعب ديمبا سافيج، ديمبا سافيج من الجهة اليمنى مشى بكورتو في التماس للمنتخب الوطني الغامبي. الربع ساعة الأخيرة من الجولة الأولى، هدف التعادل سيكون من ذهب، لا
للعناصر الوطنية لإنهاء الجولة الأولى، على الأقل يكونوا نفسيا مرتاحين للتعامل مع الجولة الثانية بمنطق الفريق اللي لازم الانتصار أمام غامبيا على أرضها وأمام الآلاف من مناصريها. الانتصار هام وهام للغاية أمام المنتخب الغامبي. مشات كرة بالراس، مشات كرة بالراس مهدي بن عطية، حكم حسن الحظ هذه المرة كان منصف يمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني في تنفيذ مهدي بن عطية. لو كانوا عندنا أربعة من مهدي بن عطية في خط الدفاع لكننا مرتاحين، هذا لا ينقص شيئا من قيمة زكريا بن قديش وإسماعيل بن معلم. أيوب الخالقي مقدم عليه وبشكل جيد اليوم من الجهة اليمنى. كلمة الأفضل لإيري جريتس أن يشرك إسماعيل بن معلم في مباراة السنغال على الأقل للتجاوب فكريا والتقريب بعض المفاهيم التكتيكية ما بينه وما بين مهدي بن عطية، لكن اليوم الأهم والانتصار من بعدها سيكون الحديث والتحليل والقراءات المتعددة المردود إيري جريتس. ضربة خطأ للعناصر الوطنية، عندنا كامل الثقة في الأسود اليوم للاحتفاظ بأسطورة الأسود، نتمنوا أنها تبقى حاضرة في الملاعب الأفريقية وألا تندثر في التصفيات المونديالية إلى البرازيل عام 2014. الكرة في التماس للمنتخب الغامبي، بامودو جاني لاعب نادي سانغالين بدوري الدرجة الثانية السويسري. مكملين اللاعبين كانوا متألقين فئات أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة يجدون مكانتهم بالمنتخب الأول في وقت وجيز. حسين خرجة، حسين خرجة مشاب كورتو للجهة اليمنى يونس بالهندا، يونس بالهندا لعادل هرماش، عادل هرماش والحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الوطني. حسين خرجة في التنفيذ، لازم نلعبوا كرة، مشات كرة من الجهة اليمنى يونس بالهندا، ما كاينش تسلل، ياسين الصالحي والحكم مرة أخرى يتدخل للإعلان عن حالة تسلل. حسن الحظ أنه الاتحاد والمسؤولين عن التحكيم في الاتحاد الأفريقي يتابعون اليوم المباراة بنقل تلفزيوني محايد لشبكة تلفزيونية متخصصة ماشي شبكة غامبية. كان السهر من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مجهود كبير لنقل المباراة من غامبيا كما هو حال المباريات المقبلة لتقريب الجمهور المغربي من ما يقع في خرجات العناصر الوطنية بالأدغال الإفريقية. مشات كرة للمنتخب الغامبي، هذه كرة صعبة صعبة صعبة، لازم التغطية، صعبة لازم التغطية في الأخير. حسين خرج يلا بسرعة، مشات كرة للمنتخب الوطني يونس بلندا، يونس بلندا مع عبد العزيز برادة، خارج النص اليوم عبد العزيز برادة، خارج النص بعيد عن مستواه وبالتالي لازم يكون هناك تغيير، إدخال لاعب أكثر حضور ذهنيا وبدنيا للتعامل مع دفاع المنتخب الغامبي. هنا الخطأ في حق يونس بلندا والحكم ينذر اللاعب يان كوباس سيسايمال. أول إنذار في المواجهة للمنتخب الغامبي ليان كوباس سيسايمال، خطأ ضد يونس بلندا، ضربة خطأ للمنتخب الوطني. 10 دقائق عن نهاية الجولة الأولى، حسين خرجة في تنفيذ الخطأ، يلا هدف التعادل، هذه كرة مرفوعة، خروج الحارس كريستوفر ألين، ما زال الكرة العناصر الوطنية، يلا يونس بالهندا، يونس بالهندا، يلا يونس، يونس 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 بالهندا، يلا الهدف، يلا الهدف، يلا الهدف. وفي الأخير تدخل دفاعات المنتخب الغامبي، فرصة تضيع للعناصر الوطنية، هذه هي كاريزما القيادة والانتصار اليوم للمنتخب الوطني. وفي الأخير الحكم اليمنيون يمنح ضربة خطأ للمنتخب الغامبي. الإصرار قد يقود المنتخب الوطني اليوم لقلب الطاولة على المنتخب الغامبي، وهنا انتظارات الجميع لفاصل مهاري كما ذكرت ليونس بالهند. المهارة عندها دورها اليوم، الواقعية والمهارة والانخراط الكلي في مباراة من 90 دقيقة أمام غامبيا عوامل ستصل بنا لمرمى كريستوفر ألين لا محالة. لا يجب تخيب ظن الملايين من المناصرين المغاربة اليوم داخل وخارج أرض الوطن، الكل يتابع باهتمام كبير في كل العواصم العالمية، في كل القرى والمداشر، في كل أنحاء العالم، كل مغربي يتابع باهتمام اليوم مباراة المغرب غامبيا. الانتصار هو الذي يهم الجميع اليوم، لا شيء يغنينا عن انتصار أمام غامبيا. زكريا برقديش
زكريا برقديش. التغطية لاندفاعات المنتخب الغامبي، تعود الكرة ضربة مرمى لنادر المياغري. التغطية كانت من اسماعيل بن معلم، هذا كريم يدفنا. تفاءلوا خيرا تجدوا، سنتفاءل بالخير إلى آخر 90 دقيقة. الكرة في التماس للمنتخب الوطني، تدخل مومودو دانسو. مومودو دانسو، حسين خرجة، حسين خرجة مشبكورتو، يلا حسين، كرة تصل يونس بالهندة، يونس بالهندة كانت لمسة يد، الحكم يمنح الامتياز للمنتخب الغامبي. تعود الكرة من جديد إسماعيل بن معلم، زكريا برقديش، زكريا برقديش، حسين خرجة، حسين خرجة لبرقديش من جديد للعناصر الوطنية. يونس بالهندة الكلمة يدفنها، خطأ خطأ، والحكم اليمنى مطالب بإنذار، بتوجيه إنذار لأوسمان كولي، لم يوجه إنذار لأوسمان كولي. ضربة خطأ للمنتخب الوطني. في البداية قلنا خيرة في غيرة، الخير قد يأتي من كرة ثابتة للعناصر الوطنية، لازم أن تستغل كل المحاولات للعناصر الوطنية. حسين خرج العميد، كاريزما الأسود لو هي حضرة اليوم أمام غامبيا، الانتصار سيكون ممهد للتقدم في التصفيات المونديالية بشكل أفضل مما كنا نتوقعه. هذه كرة ملعوبة للمنتخب الوطني، كرة تسدد، الكرة تسدد من كريم يدفنا، هذه فرصة أخرى تضيع للمنتخب الوطني. حسين خرجة لعب الكرة بشكل ممتاز، تمهيدة من أيوب الخالقي، كريم يدفنا مشاب الكرة موصلهاش، وفي الأخير ضربة مرمى للحارس كريستوفر ألان. غامبيا ليس بالمنتخب المهاب الجانب، المنتخب اللي بإمكانه أن يصنع لنا متاعب كبيرة في مباراة اليوم. لو مشينا بنفس الأداء بنفس الانخراط الهجومي فأكيد أنه الهدف قد يأتي في الدقائق المقبلة. تمنوا الصديقين أنه يكون الهدف في الجولة الأولى. أيوب الخالقي مقدم مباراة جيدة، إسماعيل بن معلم لزكريا برقديش، برقديش زكريا، واحد اثنين مع كريم يدفنا، والخطأ للمنتخب الوطني المغربي. كريم يدفنا لم يتعود مثل هذا الاندفاع البدني، هذه طبيعة المواجهة الإفريقية. عادل رماش، الاستلام من مهدي بن عطية، التمهيد للجهة اليمنى أيوب الخالقي، أيوب الخالقي، هناك مساحات للمرور من الجهة اليسرى جهة كريم يدفنا. خطأ خطأ كان اليمنى، اليمنى، نعم خطأ للمنتخب الوطني في حق أيوب الخالقي. سيواصل المواجهة كما قلت أزيد من 20,000 مناصر ملعب باكو، لا ظروف الإقامة، كل العوامل كانت مساعدة للاعبي المنتخب الوطني على تقديم مباراة كبيرة اليوم. يعني ما كاينش أعذار، مشى الكرة من الجهة اليمنى، هذه فرصة هدف، فرصة هدف، كرة مرفوعة، وكريستوفر ألان من جديد يبعد الخطورة عن مرمى المنتخب الغامبي، والكرة في التماس، التماس للمنتخب الوطني. الهدف قد يأتي في الجولة الأولى. كرة في التماس، مشات كرة كريمة يدفنا، كريمة يدفنا، زكريا برقديش، زكريا برقديش مشى بكرته، زكريا ممتاز جدا، ممتاز جدا، كرة تمرر وفي الأخير مبعدة من طرف مدافعي المنتخب الغامبي. الكرة في التماس للمنتخب الوطني، الكل ينتظر الهدف الأول في الجولة الأولى. هدف في الجولة الأولى سيكون مهم للغاية. كرة بالرأس، الكرة بالرأس، مهدي بن عطية يصعد بدوري المساندة لاعبي خط الهجوم إسماعيل بن معلم لنادر المياغري. نادر المياغري، أيوب الخالقي، الاستلام من أيوب الخالقي، الحلول ستأتي من قدم يونس بالهندة، وكريم يدفنا من الجهة اليسرى، وحتى ياسين الصالحي يقاتل في خط الهجوم يلعب من دون مركبات اليوم. حسين خرجة، كريم يدفنا، مشى يونس بالهندة، يلا يلا، العناصر الوطنية بإمكانها أنها توصل المرمى. كريستوفر ألان، إسماعيل بن معلم، تصل الكرة لعبد العزيز برادة، كما قلت خارج النص اليوم، من الأفضل رأي محايد إشراك نور الدين مرابط، ربما حاضر بدنيا وذهنيا أكثر من
عبد العزيز برادة اللي شفناه في الجولة الأولى أنه تائه، لم يتجاوب مع الفكر المهاجم لرفاقه في خط الهجوم. هذا لا ينقص من قيمة هذا النجم الواعد في نادي خيتافي الإسباني. العميد مصطفى جارجو توبابو، عميد منتخبي أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة في وقت سابق. أيوب الخالقي يتحصل على ضربة خطأ، يتحصل على ضربة خطأ. مهدي بن عطية، عاني الهرماش لحسين خرجة، عنده زكريا برقديش، مشى الكرة للجهة اليمنى عبد العزيز برادة، يلا الكرة ممتازة من الجهة اليمنى للمنتخب الوطني. أيوب الخالقي يلا مشى كرته من الجهة اليمنى، الكرة مرفوعة بعيدة بعيدة بزاف على باقي اللاعبين، تتحول ضربة مرمى للحارس كريستوفر ألين، حارس نادي غامبيا سبورتس أوتوريتي، نادي ممارس بالبطولة الغامبية. 7 لاعبين ممارسين بالدوري الغامبي، يشرك منهم اليوم 3 لاعبين فقط في التشكيل الذي يخوض هذه المواجهة. مخرج المباراة ممكن أنه غلط ما بين دومينيك كوبرلي وإريك جيريتس. ضربة مرمى لكريستوفر ألين، 3 دقائق الأخيرة عن نهاية الجولة الأولى. النتيجة هدف لصفر للمنتخب الغامبي من أول فرصة، من أول لقاء صريح مع الحارس نادي المياغري، نجح في تسجيل الهدف الأول الذي يساوي ذهبا للمنتخب الغامبي في الجولة الأولى من الجولة الافتتاحية لتصفية مونديال البرازيل عام 2014. لازم يكون هناك ضغط. ياسين الصالحي، ياسين الصالحي، الضغط على حارس المرمى كريستوفر ألين، لازم الضغط على كريستوفر ألين. تعود الكرة من جديد للمنتخب الغامبي من سافيج، سافيج للعميد مصطفى جارجو الذي يتحصل على خطأ لمصطفى جارجو الرقم 12. 43 دقيقة على بعد دقيقتين فقط من نهاية الجولة الأولى، كان خطأ من إسماعيل بالمعلم. مصطفى جارجو لاعب سابق لنادي فانكوفر الكندي، يمارس اليوم بنادي مانس البلجيكي بالبطولة البلجيكية. تلعبت الكرة للمنتخب الغامبي، ما لازمش تخليهم يلعبوا على راحتهم لأنه منتخب غامبيا خطير على مستوى التسديد من بعيد، على مستوى الكرات الثابتة، على المستوى الكرات العالية التي تصل للاعبين طوال القامة، متعودين على تسجيل أهداف بذات الطريقة. منتخب غامبيا في ال5 و6 مواجهات الأخيرة سجل 6 أهداف من الكرة الثابتة، هذه إحصائية سليمة للمنتخب الغامبي. حسين خرجة، يونس بالهندا، وعادل هرماش يتحصل على خطأ. لعبات الكرة للمنتخب الوطني، حسين خرجة، حسين خرجة على بعد دقيقة من نهاية الجولة الأولى. زكريا برقديش دخل في المباراة في الدقائق الأخيرة، تعود الكرة من جديد في التماس للعناصر الوطنية. زكريا برقديش في تنفيذ التماس، كان تدخل تيجاني جايتي لاعب نادي ساندي فورد بالبطولة النرويجية. لعبات الكرة بسرعة، مشات زكريا برقديش، برقديش زكريا، ممتاز زكريا، وفي الأخير الكرة في التماس. عبد العزيز برادة ما وصلش حلول من الجهة اليمنى، يتحول للجهة اليسرى كجناح أيسر. برقديش مع كريم أيتفانا، كريم أيتفانا لزكريا برقديش، والكرة في التماس للمنتخب الوطني الذي يسير آخر ثواني الجولة الأولى بمنطق الفريق المنهزم والذي يبحث عن هدف التعادل. ما زال الخطورة، يونس بلندا، يونس بلندا، يونس بلندا، الحكم لازم أن يعود للخطأ للعناصر الوطنية. أيوب الخالقي، ارتباك واضح لدفاع المنتخب الغامبي الذي يدافع فقط ويعتمد على الهجمات المضادة لمجموعة من اللاعبين يقودهم هذا الرجل مسجل الهدف رقم 9 بامودو جاني. مشى الكرة، يونس بلندا، يونس بلندا، والحكم يمنح ضربة خطأ في مكان ملائم مساعد على بلوغ مرمى الحارس كريستوفر ألين. ذكرنا هذا الحارس عشرات المرات منذ انطلاق المواجهة. يونس بلندا، كرة ثابتة للمنتخب الوطني، رجل اختصاص حسين خرجة، هي ضربة خطأ غير مباشرة، قد تجد رأسا محلقة تضعنا في وضع مريح خلال الجولة الثانية من مواجهة هامة أمام غامبيا. 1 دقيقة من الوقت المضاف، حسين خرجة في تنفيذ الخطأ لأسود الأطلس العناصر الوطنية، خرجة في تنفيذ الخطأ، صعود مهدي بن عطية، عادل رماش وباقي رفاق لتسجيل الهدف الغالي قبل نهاية الجولة الأولى من المواجهة. هنا الكرة تسدد، ممتازة جدا، وتدخل الحارس كريستوفر ألين
ضربة زاوية للمنتخب الوطني على بعد ثواني قليلة من نهاية الجولة الأولى. آخر محاولة قبل صفرة الحكم الكاميروني سي اليوم نيان. هنا الإعادة للخطأ في تنفيذ الزاوية مرة أخرى. حسين خرجة صعود سبعة لاعبين لاستغلال الزاوية. هذه كرة مرفوعة وتدخل دفاع المنتخب الغامبي. تنتهي الجولة الأولى بهدف لصفر. الحديث سيتواصل مع هشام فرج وعبد الغني الناصري ماذا حدث خلال الجولة الأولى، وهل بمقدورنا أن نعود في المواجهة في الجولة الثانية؟ لك الخط هشام. شكرا زميلي هشام، ألف تحية لعبد الغني بن ناصري. الجولة تحليل الجولة الأولى كان منطقي إلى درجة كبيرة. المنتخب الوطني انهزم في الجولة الأولى بهدف لصفر، يدخل الجولة الثانية بمنطق الفريق الخاسر والذي يبحث عن نتيجة الانتصار. لا أحب أن أقول أن التعادل مهم اليوم لأنه التعادل سيء وسيء للغاية، لكن أفضل بكثير من خسارة في افتتاح تصفيات مونديال كأس العالم بالبرازيل. العناصر الوطنية أبانت عن مستوى جيد خلال الجولة الأولى، لم تترجم مجموعة من الفرص لأهداف المنتخب الغامبي من كرة واحدة من لقاء أول مع نادي المغري. جسد دور البطولة من خلال المهاجم بامودو جاني الذي سجل هدف التفوق خلال الجولة الأولى. الجولة الثانية الكل الجميع مطالب بأن ينخرط في موجة وسلسلة من الهجمات لبلوغ الهدف. إيري جريتس امتثل لرغبة الجميع ويدخل نور الدين أمرابط منذ بداية الجولة الثانية مكان عبد العزيز برادة. كان هذا أمر متوقع، كان أمر منتظر لما يقدم نور الدين أمرابط من عطاءات إيجابية خلال الجولة الأولى. الكوت ديفوار بهدف سالومون كالو أن الجولة أو لم ينهي بعد الجولة الأولى متقدم أمام تنزانيا بملعب فيليكس وفيت بونيه. كيف ستتعامل العناصر الوطنية مع قدرات المنتخب الغامبي؟ ها سنتابع سيناريو مباراة الجزائر غامبيا. هل غامبيا ستسقط بالفعل اليوم على أرضها وأمام مناصريها، أمام منتخب مغربي يقود طموح مهدي بن عطية ورفاقه لتجسيد نتيجة الانتصار اليوم؟ دخول حمزة برزوق أيضا. إيري جريتس يلعب كل أوراقه في الجولة الثانية، يعلم جيدا أن نتيجة الانتصار لا غنى عنها اليوم. الانتصار والأهم، الانتصار هو الذي سيبقينا في سباق سيكون مثيرا للتأهل للدور الأخير من تصفيات مونديال كأس العالم. الرحلة لن تتوقف فقط عند دور المجموعة، لن تتوقف فقط عند تنزانيا والكوت ديفوار ومنتخب غامبيا. الفريق الذي سيحتل المركز الأول سيتحول لدور إقصائي أخير. العشر منتخبات التي ستحتل المراكز العشر الأولى في عشر مجموعات ستلعب خمسة ضد خمسة، وخمسة منتخبات إفريقية هي من ستؤكد حضورها في مونديال البرازيل. دخول حمزة برزوق وكذا نور الدين أمرابط مع مطلع الجولة الثانية. هذا الحكم اليومنيو الذي كاد أن يتسبب في مجزرة تحكيمية، إن لم أقل أنه تسبب في عدم تسجيل العناصر الوطنية لهدف خلال الجولة الأولى. المدافع الأخير حارس المرمى كان يستحق بطاقة حمراء، كان ضربة جزاء متاحة للعناصر الوطنية. قرار الثاني الخاطئ، هدف صحيح سليم لياسين الصالحي لم يعلن عنه، وبالتالي الحكم اليوم نيون أكيد أن بيستر كالومبو الحكم الدولي المالاوي السابق المسؤول عن لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي يتابع المواجهة، والذي كان حاضرا في الألعاب الأولمبية عام 84 وكان حاضرا أيضا في كأس أفريقيا عام 88 على أرض المغرب. أتمنى أن يرسل تقريرا في حق هذا الرجل الذي يقتسم الانتماء مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السيد عيسى حياتو. اليوم نيون حكم يعتبر من أسوأ الحكام اليوم على صعيد الأفريقية. سنتابع الجولة الثانية، سنتابع ماذا بإمكان نور الدين أمرابط وحمزة برزوق أن يقدمان لباقي الرفاق لباقي الزملاء في مباراة العبور نحو مونديال البرازيل في بداية مشوار ألف ميل. اليوم الخطوة الأولى بقيادة هذا الحكم السيد اليوم نيون. المنتخب الغامبي بيتر بولو جونسون والحكم
والمدرب الإيطالي أيضا مانشيني يحتفظان على نفس العناصر التي تابعناها خلال الجولة الأولى. ما كاينش تغييرات، لازم الضغط على حامل الكرة من طرف العناصر الوطنية. مشات كرة للمنتخب الوطني المغربي من الجهة اليسرى، نور الدين مرابط والكرة في الزاوية، الكرة في الزاوية، الكرة الأولى. لدينا كامل الثقة في لاعبي المنتخب الوطني لتسجيل هدف التعادل مع انطلاق الجولة الثانية. الثقة موجودة في العناصر الواعدة لبلوغ هدف هام وهام للغاية أمام منتخب غامبيا. صعود اللاعبين طوال القمة يقودهم مهدي بن عطية، هذه كرة مرفوعة، مشات كرة العناصر الوطنية. حمزة برسوق، حمزة برسوق، كرة ممتازة من الجهة اليسرى، كرة تسدد. تدخل دفاع المنتخب الغامبي، ما زال الخطورة تعود من جديد. حسين خرجة، حسين خرجة من الجهة اليسرى، يلا حسين، يلا حسين، والكرة في الزاوية من جديد بإشارة من الحكم الكاميروني اليوم نيو ضد عميد المنتخب الغامبي مصطفى جارجو توبابو. الإعادة لكرة حسين خرجة، مشى معاه توبابو، والكرة في الزاوية للعناصر الوطنية للمنتخب الوطني الذي يبحث عن هدف التعادل. هذه كرة مرفوعة، يلا هذه فرصة هدف، إبعادها من طرف مدافعي المنتخب الغامبي. ما زال الكرة للعناصر الوطنية، الكرة المغربية، يونس بلندا، يونس بلندا، الكرة من جديد، حسين خرجة، مشى بكرته حسين، يتحول للجهة اليسرى من خط الهجوم، كرة ممتازة، كريم إدفانة، كريم إدفانة، والتغطية حاضرة من طرف مدافعي المنتخب الغامبي. كريم إدفانة لم يكن عطاؤه كما هو منتظر قبل انطلاق المواجهة، أمر طبيعي يلعب المباراة الأولى، ما كانش سيء خلال الجولة الأولى لكن ما كانش ممتاز كما هو حال بعض اللاعبين المؤثرين في المنتخب الوطني المغربي. كرة من الحارس كريستوفر ألين، طقوس خاصة بمدينة باكو الغامبية. الكل يتابع المواجهة، حوالي 1,400,000 غامبي يتابعون المباراة ويتمنون انتصارا سيكون هو الأهم في تاريخ المنتخب الغامبي. منذ استقلال غامبيا كرة القدم الغامبية احتفلت كثيرا مع منتخب أقل من 17 سنة، خصوصا مع بعض المدربين كما هو حال المدرب المصري طارق السياجي الذي قاد المنتخب الغامبي في كأس أمم إفريقيا عام 2009 بالجزائر، وانتصر في مباراة النهائية على المنتخب الجزائري بملعب الدار البيضاء بهدفي عمر كولي وألاسان كامانو. حمزة برزوق كان حاسما مع المغرب الفاسي في كأس الكونفدرالية وفي بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا وفي الكأس الممتازة. نتمنى أن الحسم يكون حاضر أيضا في مباراة اليوم مع المنتخب الوطني. حمزة برزوق تمثيلية محترمة اليوم للاعبي البطولة الوطنية، نتمنى أنهم يقدموا الإضافة يكونوا في مستوى عالي في الجولة الثانية. كرة بالرأس في تماس المنتخب الغامبي، سيبحث عن ربح الوقت في الجولة الثانية وبالتالي لازم يسجلوا هدف التعادل. المنتخب الغامبي سيخرج للبحث عن هدف أخرى، ومن ثم مدبر وحكيم سنتفاعل مع الدقائق المقبلة بالشكل الذي يتناسب مع قدرة اللاعبين. تدخل إسماعيل بالمعلم، والكرة في التماس للمنتخب الغامبي. حسين خرج اليوم يقدم أداء محترم. كرة في التماس للمنتخب الغامبي، حسين خرجة، إبعاد الكرة، تتحول من جديد، صعبة 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 المنتخب الغامبي، صعبة بعيدا عن مرمى، نادر لم يغري، بعيدا عن مرمى، نادر لم يغري. تسديدة هداف مباراة اليوم بامودو جاني، الحظ انه كانت رقابه من طرف مهدي بن عطيه. تصل الكره من جديد، مهدي بن عطيه، مهدي بن عطيه للجهه اليمنى، مشات كره نور الدين مرابط، نور الدين مرابط، تدخل دفاع المنتخب الغامبي، الحكم يعلن عن خطا للمنتخب الغامبي. عدد قليل من افراد الجاليه المغربيه ببانجول وبالمدن الغامبيه بسبع ولايات غامبيه يتابعون مباراة اليوم من ملعب المواجهة، ما يقارب 70 مناصر مغربي فقط هم من يؤكدون الحضور اليوم في هذه المواجهة الهامة في افتتاح تصفية مونديال البرازيل 2014. اسماعيل بالمعلم، بالمعلم، تعود الكرة، صعبة صعبة صعبة، مهدي بن عطية ما لازمش يخليه، مومودو سيساي، عادل هرباش لأيوب الخليقي، ضغط لاعبي المنتخب الغامبي على حامل الكرة، ده حمزة برزوق
كانت مزيانه من حمزه برجوق في الاخير، الكره في التماسي المنتخب الغامبي. هذا هو الذي يلزم العناصر الوطنيه في الجوله الثانيه، اندفاع بدني يكون في مصلحه العناصر الوطنيه. ده عادل هرماش حسين خرجه، حكم يعود لاصل خطا للمنتخب الوطني. عادل هرماش لعبت كره حمزه برسوق للسلام من حسين خرجه، يبحث عن نور الدين مرابط، مشات كره للجهه اليمنى في تماس للمنتخب الوطني. الحكم المساعد الاول متردد الى حد كبير، غير حاسم غير واقعي في قرارات. ودايوب الخالقي كره مرفوعه ابعاد من دفاع المنتخب الغامبي في تماس للعناصر الوطنيه. الدقيقه الخامسه من الجوله الثانيه، النتيجه هدف لصفر، البحث متواصل عن هدف التعادل. حسين خرجه، ايوب الخالقي، والكره في تماس المنتخب الوطني. مشات الكره ضاعت من يونس بلندا، تعود من جديد اسماعيل بالمعلم اسماعيل، تعود من دفاع المنتخب الغامبي. ايوب الخالقي باداء متزن اليوم، اداء متزن لايوب الخالقي خريج نادي الفتح الرباط الذي يبحث اليوم عن مكانه كرسمي من الجهه اليمنى، يقدم اشارات واعده، اشارات ثقه كبيره امام المنتخب الغامبي. تصل الكره لحسين خرجه، حسين خرجه كره خاطئه للمدافع عبدو جامي. عبدو جامي لديم باسيفيج، ديم باسيفيج، تدخل عادل هرماش، ما زال الكره لديم باسيفيج. الحكم هذه المره كان منصفا، ينصف المنتخب الغامبي بضربه خطا. 52 دقيقه، النتيجه هدف لصفر لغامبيا، والمنتخب الايفواري متقدم بملعب فيليكس وافيت بوانييه، كما ذكرت بهدف سالومون كالو نجم نادي تشيلسي في وقت سابق. كان النجم في البطوله الانجليزيه ديدييه دروغبا، والنجم اليوم نجم الفيلة ونجم البلوز ايضا، بطل دوري ابطال اوروبا. نبقى مع ضربه خطا للمنتخب الغامبي، كره ثابته صعبه وصعبه جدا في الاخير، ابعادها في التماس من طرف مدافعي المنتخب الوطني. مادي بن عطيه، فكر عالي لهذا الرجل، فكر عالي لهذا الرجل الذي يعتبر لبنة أساسية في بناء دفاعي للمنتخب الوطني. كرة في التماس للمنتخب الغامبي، كرة صعبة 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 صعبة، مرات على خير تتحول هجمة مضادة للمنتخب الوطني الذي لازم أنه يضغط على دفاع المنتخب الغامبي الذي يأخذ ثقة في الجولة الثانية. ده ممكن يكون سيف ذو حدين، سيف قد يسل الشعر من العجين او قد يضع العناصر الوطنيه في موقف حرج. كره تطول على اللاعب بامودو جاني في التماس ايوب الخالقي، كره مازال المنتخب الغامبي لضير باسي كوكو جابي، باسي كوكو جابي، والكره في التماس لاعب نادي برنيان 25 سنة، وهذا المدرب لوتشيان وانشيني، المدرب المغمور اليوم الذي واجه المدرب العالمي إيري جريتس. مشات كرة للمنتخب الغامبي من الجهة اليسرى، حكم يأمر بمواصلة اللعب، كرة لصالح المنتخب الوطني. منتخب غامبيا الأكثر احتفاظا على الكرة في الجولة الثانية فيما يقارب التسع دقائق، منتخب غامبيا ممكن اعتباره الأفضل. مشات كرة للمنتخب الوطني، يرفع شارة التسلل حمزة بورسوك يقول العكس، وأكيد أن الحكم هو من أخطأ في إصدار قرار حكيم. ضربة خطا غير مباشرة للحارس كريستوفر ألين، كريستوفر ألين في تنفيذ الخطأ في خمس مواجهات سابقة، لم يسبق لا لأوري كاسبرزاك ولا أمبرتو كويليو ولا مارداريسكو أن ينهزموا أمام المنتخب الغامبي. إيري جريتس اليوم هل سيحتفظ بالقاعدة وهل سينتصر أمام غامبيا؟
في أسوأ الحالات أو في أفضل الحالات يجب أن نتعادل اليوم لكي لا نخسر طموح الوصول للمونديال بعد غياب بيم لأزيد من 16 سنة، آخر مشاركة عام 98. 16 سنة بالتمام والكمال والغياب عن كأس العالم. ضربة خطأ صعبة للمنتخب الغامبي، ضربة خطأ صعبة وفي مكان صعب للمنتخب الغامبي في تنفيذ مصطفى الجرجو. مصطفى الجرجو في تنفيذ كرة تسدد نادى المهري في المكان المناسب، لازم تكون هناك هجمة مضادة سريعة العناصر الوطنية. نور الدين المرابط لازال غائبا، لم يؤكد الحضور بعد في خط الهجوم. ضغط لاعبي المنتخب الغامبي اجبر لاعبي خط الوسط عادل الرماش حسين خرجة للقيام بادوار دفاعية فقط فيما يونس بلندا لازال غائبا عن تأدية الادوار الهجومية لحدود الساعة. حمزة مرزوق، حمزة مرزوق، نور الدين مرابط، نور الدين مرابط، نور الدين مرابط، الحكم يمنح ضربة خطأ للمنتخب الغامبي. 57 دقيقة. خطأ مرة أخرى يعلن الحكم الكاميروني اليوم نيون. اليوم نيون يمنح ضربة خطأ للمنتخب الغامبي. تلعبات الكرة في منطقة الجزاء. مامودو اللاعب طويل القامة من سجل الهدف أمام المنتخب الجزائري. مامودو، مامودو سيساي، مامودو سيساي، وضربة خطأ لزكريا برقديش. هل ستتواصل اليوم أفراح كرة القدم الغامبية بعد تأهل المنتخب الوطني للفتيات لأقل من 17 سنة المونديال كأس العالم بأذربيجان؟ لعبت كرة سريعة صعبة 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 صعبة. الغامبيا يسدد بعيدا عن نادي المياغري، ما عندهمش ثقافة في خط الهجوم. لو كان حاضر اليوم أوسمان جالو لكان المنتخب الوطني وإيري جريتس في موقف أصعب بكثير مما نتابعه. غياب نجمي المنتخب الغامبي ساينين ياسي لاعب نيو انجلند ريفوليوشن واللاعب أوسمان جالو اللي كان معارف وقت سابق من نادي العين الإماراتي نادي رجاء. لعبات كرة المنتخب الغامبي صعبة صعبة صعبة. ونادر المياغري، نادر المياغري وبعد الخطورة عن مرمى المنتخب الوطني. منتخب غامبيا والأخطر، منتخب غامبيا الأخطر، لازم تكون فعالية. عادل رماش، عادل رماش يتحصل على الكرة في خط الوسط، هذه أول كرة يتحصل عليها عادل رماش. مشت كرة يونس بلند والتغطية من جانب المدافع الغامبي. أفضل لاعب اليوم عبدو جامي تيبوي. كرة في التماس، لعبات نور الدين مرابط، مشى الكرة يونس بلندا، يونس بلندا طالب بلمسة يد في الأخير، الحكم يؤشر فقط لضربة زاوية للمنتخب الوطني. الكرة الثابتة اللي بإمكانها أن توصلنا المرمى الحارس كريستوفر ألان غير ذلك. الحلول غائبة تماما. يوسف العربي يساعد الدخول بدوره في الدقائق المقبلة ليقوم بعملية حمائية. لعبات الكرة، كرة مرفوعة، تدخل دفاع المنتخب الغامبي، تعود من جديد للمنتخب الوطني. حسين خرجة، حسين خرجة يجب إقصاء المدافع. تصل الكرة لنور الدين مرابط، نور الدين مرابط، كرة عرضية ممتازة جدا والهدف. لا 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 لا، الهدف يضيع، الهدف يضيع من مهدي بن عطية. هدف كان بإمكانه أن يغير الكثير من ملامح المواجهة. لكرة مرفوعة مرة أخرى للمنتخب الوطني. حمزة مرزوق في القائمة الأول، كانت فكرة ذكية. المنتخب الوطني يضيع كرة أخرى، وهنا يوسف العربي الذي يقوم بعملية حماية. نور الدين مرابط لعب كورته بشكل ممتاز. مهدي بن عطية لو استدار ورأى الكرة بشكل أفضل مما حدث لكان بإمكاننا أن نسجل هدف التعادل أمام المنتخب الغامبي. تتواصل النتيجة هدف لصفر على بعد نصف ساعة من الصافرة النهائية. للحكم اليوم نيون، نور الدين مرابط، نور الدين مرابط، عادل رماش، تتحول الكرة غامبية من جديد للمنتخب الغامبي. الحكم يمنح الامتياز. التغطية من كريم يتفانى، تصل الكرة من جديد
للاعب الخطير ديمباسيفيتش. ديمباسيفيتش معه زكريا برقديش، تصل من اسماعيل بن معلم لزكريا برقديش. الهدف في الجولة الأولى صعب المأمورية بشكل كبير، سوء تفاهم ما بين اسماعيل بن معلم ومهدي بن عطية يضع المنتخب الغامبي في وضع مريح للغاية في انتظار أن تتواصل الدقائق وأن تنتهي المباراة دقائق 90 اليوم في أفق نتيجة إيجابية نتمنى للعناصر الوطنية. كرة في تماسي غامبيا مبعدة من اسماعيل بن معلم، من ما يكونش استنزاف من المخزون البدني للاعبين في الجولة الثانية. كما تابعنا أمام المنتخب السنغالي لم يكن هناك تحضير بدني على أعلى مستوى للأمانة، فقط كرة في تماسي المنتخب الغامبي، ضربة مرمى للحارس نادر المياري، فرصة ضائعة من أوسمان كولي. مهدي بن عطية، عادل هرماش، عادل هرماش، نور الدين مرابط، نور الدين مرابط يتحصل على خطأ لصافرة من اليمنيا. تلعبت الكرة بسرعة للمنتخب الوطني، أيوب الخارقي مشات الكرة لحمزة برزوق الذي عوض ياسين الصالحي. أيوب الخارقي مشى بكرته، أيوب الخارقي كان بإمكانه التمرير، تصير الكرة من جديد يونس بلندا، كرة مرفوعة للمنتخب الغامبي، إبعاد الخطورة تعود فقط للاعبي المنتخب الوطني المغربي يونس بلندا. يونس بلندا يعني الفصل المهاري قد يكون هاما وهاما جدا خلال الدقائق المقبلة. يونس بلندا يمرر فقط في يد الحارس كريستوفر ألان، لم نجرب ولو تسديدة واحدة منذ انطلاق المواجهة، ولو تسديدة واحدة قد تضع الحارس كريستوفر ألان أمام محك حقيقي. مهدي بن عطية، بن عطية المهدي، تعود من مامودو، مامودو لأوسمان كولي، أوسمان كولي في التغطية. زكريا برقديش، تصل من جديد لعناصر المنتخب الوطني يبحثون عن هدف التعادل، يصرون لبلوغ مرمى الحارس كريستوفر ألين بأقل الأضرار اليوم في افتتاح تصفية مونديال كأس العالم بالبرازيل. تعود الكرة من جديد للمنتخب الغامبي، ما كانش خطأ، ما كانش خطأ. اليوم نيون سيعلن عن الخطأ ولو في غيابه، ولو في غيابه سيعلن عن خطأ. هذا ديديا فاروجيا المدرب الخاص بالجانب البدني، المهيئ البدني للمنتخب الوطني، وسيدخل يوسف العربي لمساندة رفاقه في خط الهجوم لفك لغز العقارب. اليوم اليوم ستكون مواجهة بين العقارب، منتخب غامبيا والمنتخب الوطني، في انتظار مواجهة بين البيبي سكوربينز، منتخب غامبيا لأقل من 20 سنة والمنتخب الوطني، منتخب حسن بن عبيشة في ذات الملعب في الدور المقبل من التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالجزائر عام 2013. مشات كرة المنتخب الوطني، الكرة في التماس، نور الدين مرابط في تنفيذ التماس والحكم يأمر بإعادة تنفيذه. إصابة أحد اللاعبين، هذا أوسمان كولي أو كان تيجانيت جايتي، تيجانيت جايتي المدافع على الأوسط رقم 5، يتدخل أمام عادل هرماش. 26 دقيقة، لوتشيانو مانشيني لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أنه سيواجه المغرب وسينتصر على أسود الأطلس بعدما كان لوقت قريب مدربا في دوري الدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي. مهدي بن عطية، مهدي بن عطية، كرة للمنتخب الغامبي، كرة سريعة للمنتخب الغامبي للمساندة، المساندة حاضرة من أوسمان كولي، مساندة حاضرة من أوسمان كولي، مشات كرة للمنتخب الغامبي، صعيبة 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 صعيبة، ما كاينش خطأ ما كاينش خطأ، مشات كرة للمنتخب الوطني عادل هرماش، عادل هرماش يتحصل على الخطأ ولو كان بإمكانه أن يمر لأحد رفاقه. مشات كرة من جديد من الجهة اليمنى لنور الدين مرابط، نور الدين مرابط، والكرة في تماس المنتخب الوطني. يوسف العربي سينضاف محل كريم يدفانة، ربما سيكون خروج لكريم يدفانة وتعويضه ليوسف العربي. بالفعل كريم يدفانة اوت، يوسف العربي سيدخل في الدقائق المقبلة
ليساهم في تجاوز انتكاسة أخرى للمنتخب الوطني في الأدغال الإفريقية اليوم في غامبيا بباكو في الضاحية الجنوبية لبانجول. شكرا أيوب الخليقي، لعبات واحد اثنين، أيوب الخليقي يلا فرصة هدف، فرصة هدف، كرة مرار، كان بالإمكان أن يكون الهدف. حمزة مرزوق في القائمة الثاني أو في القائمة الأول للمرة الثانية، كاد بإمكانه وكان بإمكانه أن يترجم فرصة هدف لهدف، يغنينا عن خسارة أخرى. لم نعد قادرين على تقبل الخسائر والهزائم للأمانة فقط. هنا كرة مرفوعة، يلا المتابعة ممن؟ فقط من مدافعين المنتخب الغامبي. ضربة خطأ أخرى للعناصر الوطنية على بعد 25 دقيقة من النهاية. صعود كل اللاعبين، الكل يبحث عن هدف التعادل، الكل يبحث عن تفادي الخسارة. الخسارة لن تزيد إلا إصرارا اللاعبين لبلوغ الهدف في أي لحظة من الدقائق المتبقية. مشى الكرة من جديد، حسين خرجة، يلا كرة عرضية، حسين، حسين خرجة مشى بكورته، حسين، حسين للمرة الأولى الثانية، وفي الأخيرة الكرة في الزاوية للمنتخب الوطني بعد تدخل العنيد أبدو جامي. أبدو جامي ضربة زاوية يفتفي حسين خرجة. المدرب لوتشيانو مانشيني سيجري تغيير، سيجري تغيير. خروج دين باسيفيتش وتعويضه بمدافع اخر، مدافع اوسط، ولا من باسيمين ساماتي لاعب نادي لوكوموتيف الكرواتي. كره مرفوعه، المتابعه من ايوب الخالقي، يلا فرصه هدف، فرصه هدف تضيع. تسرع اللاعبين يبعدهم عن هدف التعادل. لوتشيرو مانشيني يدخل مدافع اخر، ولا من باسيمين ساماتي لاعب نادي لوكوموتيف الكرواتي. هذا هو اللاعب رقم أربعة لامين باسمين ساماتي، المدافع الأوسط الذي كان حاضرا في المباراة الأخيرة أمام الجزائر. المنتخب الغامبي تنتظر مباراة هامة، مباراة العودة أمام الخضر، أمام المنتخب الجزائري في تصفيات كاس أمم إفريقيا عام 2013. نادر المياغري، مشات كرة ممتازة. حمزة برزوق، الكرة أقرب للحارس كريستوفر ألان، والنتيجة هدف لصفر للمنتخب الغامبي. أداء في الجولة الثانية أسوأ بكثير من الجولة الأولى، كما قلت لا يجب أن نعلق أخطاءنا على شماعة التحكيم، لا فيما يتعلق بالأندية ولا المنتخبات الوطنية. من يلعب جيدا ومن يفوز، الحكم قد يصدر قرارات مؤثرة مرة ومرتين أو ثلاثة، لكن لن يمنعك بكل تأكيد من الانتصار إن أردت. هنا خروج خاطئ لنادي المياغري، خاطئ، الله يدوس على خير، وعودة نادي المياغري من جديد للوقوف أمام إسترالا القبيل لتسجيل هدف ثاني على أرضهم وأمام جمهورهم. هذا رقم 12 مصطفى جرجو. مشى الكرة يوسف بلندا، يتحصل على خطأ واضح. لعبت كرة بسرعة من الجهة اليسرى، كرة ممتازة زكريا بكديش، كرة تمرر كان بإمكانها أن تمنح هدف التعادل. تضيع فرصة أخرى للمنتخب الوطني. مهدي بن عطية، مهدي بن عطية تلعبت الكرة من جديد. عادل هرماش مع أيوب الخالقي، عادل هرماش من جديد، الكرة في منطقة الجزاء تبعد وتعود غامبيا، تعود غامبيا من جديد للمنتخب الغامبي. ما كانش خطأ، زكريا برقديش يتحصل على خطأ، واليوم نيون ينصف هذه المرة المنتخب الوطني ويمنح ضربة خطأ للعناصر الوطنية. دخول كما نتابع رقم أربعة لامين باسمين ساماتي مكان دين باسيفيتش لاعب إلسينكي الفنلندي. دين باسيفيتش قدم مباراة ممتازة منذ الدقيقة الأولى على مستوى الطرف الأيمن، تعامل بذكاء مع صعود زكريا برقديش وكان سببا في الهدف المسجل. دين باسيفيتش، ماشي دين باسيفيتش اللي خرج، هذا اللي خرج واللاعب يان كوبوس سيسايما لاعب نادي نون كاليو الاستوني.
تدارك الموقف المدرب لوتشيانو مانشيني في آخر لحظة. إصابة يونس بالهندا. نتمنى أن يواصل المباراة رفقة زملائه. نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة. زكريا برقديش في المرة الأولى. مشى الكرة يونس بالهندا. كانت على مستوى الكاحل. لو كانت الإصابة لن تزيد الأمور إلا تعقيدا في مباراة اليوم ولا أمام الكوت ديفوار. ضربة خطأ للمنتخب الوطني، هل سيكون هدف التعادل؟ سؤال طرحته كثيرا. وفي الأخير كريستوفر ألان في المكان المناسب. كريستوفر ألان في المكان المناسب. واحد وسبعين دقيقة. لعبات الكرة المنتخب الوطني، تعود غامبيا من جديد من الجهة اليسرى. مهدي بن عطية في المكان المناسب. يبعد الكرة في التماس من دون خطأ. مهدي بن عطية الغير الخطأ المشترك ما بينه وبين اسماعيل بن معلم. كان حاضر البديهة منذ الدقيقة الأولى. كاش خطأ، كاش خطأ. أيوب خليقي لعب كرته من الجهة اليمنى. اتجاه حمزة مرزوق. دخول يوسف العربي لا زال لم يقدم أي إضافة للاعبي خط الهجوم. عادل هرماش لعبات الكرة مشات المنتخب الوطني. لعبات الكرة مهربي يوسف العربي. يلا حمزة مرزوق من الجهة اليمنى. كرة للعناصر الوطنية. البحث عن هدف التعادل متواصل. تعود من جديد كرة غامبيا. عادل هرماش. عادل هرماش يحتفظ بالكرة أكثر من اللزوم ويتحصل على خطأ بإشارة من الحكم اليمنيو. خطأ من ديمبسفيج. كان خطأ واضح ضد عادل هرماش. ضربة خطأ لعادل هرماش سدد كرات من مسافات بعيدة في الدوري السعودي وكان حاسما في عدد كبير منها للأزرق. نادي الهلال يبحث عن تجسيد ضربة خطأ لهدف مهم ومهم للغاية. أن الكرة تسدد مبعدة من الدفاع الغامبي. تعود من جديد مهربية. مهدي بن عطية. مهدي بن عطية عنده يوسف العربي. يوسف العربي كرة بالرأس من الدفاع الغامبي. تعود الكرة للعقارب. اليوم ينسعون المنتخب الوطني وقد يصيبونه في مقتل إن توصلت النتيجة هدف لصفر. تتحول الكرة غامبية. كرة من مامودو. مامودو تتحول مهربية للسلام من جديد. عادل هرماش توزيع الأدوار من الطرف الأيسر. زكريا برقديش تصل ليوسف العربي. يوسف العربي من الجهة اليسرى مشى بكرته يوسف. ما زال الخطورة وما زال الكرة مهربية وفي الأخير الإبعاد غامبي. لاعبين على راحتهم. لاعبين على راحتهم. لازم يكون هناك ضغط من طرف العناصر الوطنية على حامل الكرة من جانب المنتخب الغامبي يونس بالهندا. ليس بإمكاني إكمال المباراة. نتمنى لا تكون الإصابة خطيرة لهذا اللاعب الواعد. أفضل لاعب واعد بالبطولة الفرنسية. فاز بلقب وبجائزة مارك فيفيان فوي التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي في البطولة الفرنسية. 74 دقيقة. 11 دقيقة الأخيرة. نبحث الآن عن أنصاف الحلول فقط وهي التعادل. التعادل سيحفظ الأمل ولو جزئيا ولو أن الانتصار كان هو المهم والأكثر أهمية للعناصر الوطنية. مشات كرة من الجهة اليسرى للمنتخب الوطني المغربي. مشات هذه كرة عرضية. نور الدين مرابط تتحول الكرة في الزاوية. عدد كبير من الزوايا لم تستغل ولو كرة واحدة منها. نور الدين مرابط في تنفيذ الزاوية. هل ستقود اللاعبين لهدف التعادل؟ كرة مرفوعة للمنتخب الوطني وتمر بعيدا عن العناصر الوطنية لتتواصل النتيجة بهدف لصفر آخر ربع ساعة. نور الدين مرابط لعب الكرة في القائمة الثاني. مرت بعيدة عن المدافع الأوسط مهدي بن عطية. والنتيجة هدف لصفر.
ضربة مرمى للحارس كريستوفر ألان. الجمهور الغامبي سعيد بالنتيجة المحققة، نتيجة هدف لصفر، وبالتالي سيقتسم الصدارة مع المنتخب الإيفواري المتقدم لحدود الساعة على المنتخب التنزاني في أول مباراة لهذا الرجل الذي لم يلتقي مع اللاعبين إلا في حصة الأخيرة يومين قبل إجراء المواجهة. تتحول الكرة للمنتخب الوطني، ضربة خطا من أليوم نيون. يوسف العربي، إسماعيل بن معلم، تصير الكرة زكريا برقديش، مشات الكرة من الجهة اليسرى للمنتخب الوطني. زكريا برقديش لم يقدم الإضافة في الجولة الثانية عكس الجولة الأولى. يوسف العربي، يوسف العربي يتابع المباراة يبحث عن هدف هام وهام للغاية. الهدف 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 الغالي الذي يعيدنا في سباق مونديال كأس العالم بين البرازيل. حسين خرج، انتظرنا طويلا ليتحقق هدف التعادل، هدف من ذهب، هدف يساوي الكثير. لم تنتهي المباراة بعد هدف التعادل، ننتظر هدف الانتصار، الهدف الغالي، الهدف الذي سيحفظ الحظوظ كاملة لتأهل مونديال كأس العالم بالبرازيل. جهود اللاعبين قد تستثمر في الدقائق الأخيرة كما فعل المنتخب الجزائري وعاد في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد. هدف سفيان فولي والمدافع الأوسط عنتر يحيى حسين خرجة أحيا الجميع بهدف التعادل على بعد 13 دقيقة من نهاية المواجهة. تعادل مهم، تعادل مهم في مباراة صعبة أمام غامبيا. غامبيا ليس بالمنتخب السهل، يعتبر منذ اليوم الحصان الأسود للمجموعة. كل المنتخبات التي ستلعب ببنجول أو بباكو ستواجه طموح منتخب غامبي صعب المراس خصوصا من الناحية الدفاعية. مشات كرة المنتخب الوطني، الكرة في تماس المنتخب الغامبي. هدف لهدف، هدف لهدف، تعادل تميل لحدود الساعة. مشات كرة من الجهة اليمنى مبعدة من زكريا برقديش. يونس بالهندا كما قلت لم يعد بإمكاني إكمال المواجهة، وإيري جريتسي استنفذ كل تغييرات بدخول يوسف العربي، أيوب الخالقي، ونوردين مرابط. يونس بالهندا هل سيتحمل على نفسه ويكمل المباراة في الدقائق الأخيرة؟ العناصر الوطنية سجلت هدف بعشرة لاعبين فقط. يونس بالهندا يعود لاستئناف المواجهة أو لا؟ المنتخب الوطني سيكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط. تعود الكرة لدفاع المنتخب الغامبي من أبدو جامي للجهة اليسرى أوسمان كولي. تتحول الكرة من جديد للعناصر الوطنية، مهدي بن عطية، مهدي بن عطية كان تسلل ليوسف العربي يلعب على مستوى خط الهجوم مع حمزة برزوق على بعد 11 و12 دقيقة فقط عن صافرة الحكم الذي ظلم كثيرا المنتخب الوطني اليوم. اليوم نيون الحكم الكاميروني الذي قاد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي الرياضي التونسي واليوم لم يكن حاضرا بالشكل المعتاد، ارتكب أخطاء مؤثرة كثيرا في الجولة الأولى. تعود الكرة من جديد، مهدي بن عطية، مهدي بن عطية، إسماعيل بالمعلم، تصل لزكريا برقديش، برقديش من الجهة اليسرى والكرة في تماس المنتخب الغامبي. 79 دقيقة، 79 دقيقة والنتيجة هدف لهدف. كرة من إسماعيل بالمعلم في التماس، الحكم يقول خطأ للمنتخب الغامبي. حذاري من حكم المباراة اليوم نيون، وحذاري من واقعية المنتخب الغامبي الذي تتاح له فرصة سيسجلها وسيجسدها لهدف كما فعل خلال الجولة الأولى، وبالتالي ما لازمش نعطيهم فرص للوصول لمرمى الحارس نادر المغري. هدف لهدف لحدود الساعة، كرة في تماس للمنتخب الغامبي على بعد 10 دقائق من النهاية. كاريزما الأسود لو حضرت، كرة مرفوعة صعبة، نادر المغري برافو، نادر المياغري برافو، ارفع لك القبعة. نادر المياغري اليوم هو المنقذ، هو المنقذ، هو المنقذ، هو المنقذ امام بامودو جاني. كاريزما نادر المياغري، كاريزما القيادة لحارس المرمى، تبعد الخطر عن مرمى الاسود. كرة صعيبة بالراس، حذاري من المنتخب الغامبي يستفيد من زيادة عددية. إيري جريتس أدرج ثلاث لاعبين، ما
ويقع في خطأ في ربع الساعة الأخيرة بعد إصابة يونس بلندا الذي لن يستطيع إكمال المواجهة. وبالتالي العناصر الوطنية تلعب 10 لاعبين. يجب الاعتماد على الكرة الطويلة والتراجع للوراء للتغطية على لاعبي خط هجوم المنتخب الغامبي. مهدي بن عطية، مهدي بن عطية مشى الكرة ليوسف العربي، لازم يكون ضغط حمزة مرزوق. ما زال الكرة للمنتخب الغامبي من الجهة اليمنى، ما زال الكرة غامبية. عادل هرماش، عادل هرماش، تعود الكرة من زكريا برقديش. زكريا برقديش مشات الكرة للجهة اليسرى، ما كانش تسلل ضد حمزة مرزوق. الحكم مرة أخرى يطلق صافرة معلنا عن حالة تسلل ضد حمزة مرزوق الذي يكذب مرة أخرى قرارات الحكم المساعد الطاقم التحكيمي الكاميروني بقيادة اليوم نيون. ضربة خطأ للمنتخب الغامبي. 81 دقيقة، النتيجة هدف لهدف، لا شيء حسم بعد. أيوب الخليقي، إسماعيل بالمعلم، يجب إبعاد الكرة من زكريا برقديش. حذاري من عثمان كولي، عثمان كولي ونادر لم يغري في المكان والزمان المناسبين في أهم المواعيد، كان حاضرا اليوم في أهم اختبار، في اختبار جدي أكد الحضور. نادر لم يغري عنصر ثقة لا غنى عنه في تشكيل المنتخب الوطني. نتمنوا أنه توصل المباراة بذات النتيجة، كما قلت أنصاف الحلول نبحث عن هدف أو نبحث عن التعادل بعدما ابتعدت نتيجة الانتصار كثيرا بعد خروج يونس بلندا ومواصلة المنتخب الوطني بعشرة لاعبين فقط. لعبات الكرة من جديد للمنتخب الغامبي، مشات كرة غامبية، كرة صعبة، ما نخليهمش يسدوا، ما نخليهمش يسدوا، هذه كرة صعبة للمنتخب الغامبي. مشات كرة للجهة اليمنى، المنتخب الغامبي خذ ثقة يبحث عن هدف ثاني لإنهاء المباراة نتيجة الانتصار. الانتصار سيكون مهم للغاية للمنتخب الغامبي، والتعادل سيكون هام جدا للعناصر الوطنية في مباراة اليوم أمام العقارب. لسعة العقارب صعبة وصعبة جدا في تصفية المونديال قبل صدام الفيلة ولقاء تنزانيا. محاولة استدراج لاعبي المنتخب الوطني لإيجاد المساحات في خط الدار، ما لازمش نوقعوا فخ المنتخب الغامبي. لوتشيانو مانشيني اليوم في أول مباراة يتعرف من خلاله على اللاعبين، متعادل مع العناصر الوطنية. مشى الكرة لحمزة مرزوق الأقرب للحارس كريستوفر ألان، ليس لا لوتشيانو سباليتي ولا روبرتو مانشيني، ومدرب إيطالي مغمور يدرب المنتخب الغامبي. استغل علاقة صداقة مع اللجنة المؤقتة المشرفة على الجامعة الغامبية، كان بإمكان المنتخب الغامبي ألا يخوض التصفيات المونديالية بعدما تدخلت الحكومة في شؤون كرة القدم الغامبية. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر قرارا بإبعاد المنتخب الغامبي عن كل النشاطات الكروية، لكن بعد ذلك تم تدارك الموقف من طرف اللجنة المؤقتة التي باتت مسؤولة عن كل الأنشطة الكروية في غامبيا إلى حين انتخاب اتحاد كروي آخر. 6 دقائق الأخيرة، التعادل هدف لهدف. تتحول الكرة للمنتخب الغامبي. مشات الكرة من لامين باسمين ساماتي للمدافع الأوسط تيجاني جايتي. تيجاني جايتي مشى بكورتو، تغطية من يوسف العربي، يقوم دور مهم، دور مهم يوسف العربي، لازم الضغط على حامل الكرة من حمزة برزوق. تتحول الكرة من جديد لصالح المنتخب الغامبي، يبحثون عن هدف الانتصار. الحكم اليوم نيون من جديد ينصف الغامبيين. اليوم نيون سيظل يوم تاريخي، ستظل ذكرى خالدة في مفكرة هذا الرجل، هذا الحكم الكاميروني. لو تابع المباراة من جديد، لو أعاد متابعة المواجهة، فأكيد أنه سيعاني كثيرا نفسيا. مشات الكرة تمرر مبعدة من مهدي بن عطية، الكرة في التماس، مهدي بن عطية ونادر المغري. أنقذ المنتخب الوطني المغربي من أهداف محققة للمنتخب الغامبي، والمواجهة لم تنتهي بعد، هدف لهدف بين غامبيا والمغرب.
في افتتاح تصفيات مونديال كأس العالم بالبرازيل. كرة في التماس في التنفيذ، بامودو جاني نادر لم يغري من جديد، إبعاد الكرة أيوب الخالقي، والكرة في التماس والحكم يعلن عن ضربة خطأ للعناصر الوطنية. هذا وقت مناسب لإبداء ردود فعل إيجابية وتسجيل هدف ثاني، لما لا؟ أذكر من جديد أن العناصر الوطنية تكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد إصابة يونس بلندا، واستفاد التغييرات الثلاث من طرف إيري جريتس الذي فكر في نتيجة وفي تحصيل هدف أكثر ما فكر في أمور أخرى. حمزة مرزوق، حسين خرجة، حسين خرجة، كرة للعناصر الوطنية، يوسف العربي، يوسف العربي سيستحضر حضوره القوي في الدوري السعودي ويسجل هدف آخر. حسين خرجة، حسين خرجة، كرة ممتازة، حمزة مرزوق، يلا الهدف، يلا الهدف. هذه فرصة كانت متاحة، كانت إمكانية لتسجيل هدف ثاني للمنتخب الوطني. حسين خرجة يقدم جولة ثانية ممتازة جدا لحمزة مرزوق، يجد أمامه المدافع الصلب عبدو جامي. هذه كانت كرة لإنهاء المباراة بنتيجة انتصار. ما زال الكرة عادل هرماش، عادل هرماش، كرة للجهة اليمنى أيوب الخالقي، أيوب الخالقي، كرة مرفوعة، المتابعة من طرف المهاجمين، كانت لمسة يد، لا، مهدي بن عطية، إبعاد الكرة من دفاعات المنتخب الغامبي. ما زال الخطورة مغربية، عادل هرماش، عادل هرماش، عادل هرماش، تتحول كرة مضادة صعود كل اللاعبين، حذاري من كرة المنتخب الغامبي، يجب التفاعل بحذر مع إمكانية الغامبيين. هنا التغطية، هنا التغطية، هنا لازم التغطية، عادل هرماش، صعيبة 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 صعيبة، كان تسلل، كان تسلل، كان تسلل اليمنيو. 87 دقيقة والنتيجة هدف لهدف، نقطة ستحفظ الأمال أمام الكوت ديفوار في التاسع من الشهر الحالي بمراكش. مباراة غاية في الأهمية، مباراة الموسم للمنتخب الوطني أمام المنتخب الإيفواري. مشات كرة للجهة اليسرى، تغطية من لاعبي المنتخب الغامبي، تتحول الكرة من جديد للمهاجم مومودو سيسي، مومودو سيسي، ضربة خطأ للمنتخب الغامبي. وثمانين دقيقة، على بعد دقيقتين فقط من نهاية هذا الموعد في افتتاح مشوار تصفيات المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الكوت ديفوار. آخر نتيجة وصلنا بها، هدف لصفر، هدف سلامون كالو. مشات كرة المنتخب الغامبي، تغيير آخر للمدرب لوتشيانو مانشيني. كرة للمنتخب الغامبي من الجهة اليسرى، أيوب الخالقي، إبعاد الكرة في التماس. 89 دقيقة، 89 دقيقة، على بعد دقيقة من النهاية، ومن جديد مامودو جاني يقوم بتنفيذ التماس على الطريقة الأنجلو ساكسونية بشكل طويل في منطقة الجزاء اتجاه لاعبين طوال القامة. حذاري من كرة ثابتة، نعم، للمنتخب الغامبي، كرة مرفوعة صعبة صعبة صعبة، رأسية مرت بعيدا عن مرمى نادي المياغري من مومودو فاتي دانسو لاعب نادي بورتلاند تيمبرز بالولايات المتحدة الأمريكية بدوري الـ MLS. ضربة مرمى لنادي المياغري، ظلم الحكم اليوم نيون، قد يتحول الإنسان في الدقائق المتبقية للعناصر الوطنية لو آمنت بحظوظها. عادل هرماش مشى بكرة من الجهة اليمنى، عادل، عادل هرماش يتحصل على الأهم، الكرة في تماس المنتخب الوطني المغربي. يعني كما قلت في 90 دقيقة لم تكن ولا تسديدة واحدة للعناصر الوطنية في 90 دقيقة، وهذه نقطة مؤثرة كثيرا. لم يختبر الحارس كريستوفر ألان، يعني في غياب الحلول عادة ما يلجأ اللاعبون لتسديد الكرات من خارج مربع العمليات. هذه كرة مرفوعة، كريستوفر ألان أمام حمزة برزوق، لعبات الكرة للمنتخب الغامبي، معهم حسين خرجة، تصير الكرة من جديد للمنتخب الغامبي من الطرف الأيمن من أوسمان كولي، أوسمان كولي الممارس بنادي غام تيليكوم بالبطولة الغامبية.
تتحول الكرة برقديش، يلا هجمة مضادة العناصر الوطنية، زكريا برقديش بشب كورتو، هذه زيادة عددية العناصر الوطنية، نوردين مرابط، يلا نوردين، يلا نوردين مرابط بشب كورتو، كان شد من القميص، كرة تسدد هدف، لا لا الحكم أي نوع من القرارات أصدر في الكرة الأخيرة، أظن أنه كانت لمسة يد من نوردين مرابط، كانت لمسة يد بعد الانسلال الأخير لنوردين مرابط، الحكم اليومنيو يمنح خطأ للمنتخب الغامبي، كان تسلل أو لا، الإعادة هي من ستوضح صحة قرار الحكم من عدمه. 91 دقيقة، 3 دقائق عن نهاية المواجهة، النتيجة هدف لهدف بين غامبيا والمغرب. حسين خرجة، آخر محاولات المنتخبين معا، حمزة برزوق، أيوب الخالقي، أيوب الخالقي مشات الكرة من الجهة اليمنى للمنتخب الوطني، حمزة برزوق مشى بكورتو، هذه كرة ممتازة للعناصر الوطنية، يوسف العربي، يوسف العربي كرة ممتازة، أيوب الخالقي فرصة هدف، فرصة هدف، لا تضيع الفرصة للمنتخب الوطني، أيوب الخالقي كان عنده إمكانية للتقدم بشكل أكبر وتسديد في مرمى الحارس كريستوفر ألان، تمريرة ذكية من يوسف العربي، أيوب الخالقي جاتو الكرة في الرجل اليمنى وسددها بخارج القدم بشكل سيء للغاية، والمنتخب الوطني واصل بنتيجة تعادل هدف لهدف، نقطة أفضل من خسارة، كان بإمكانها أن تعدم كل الأمال والحظوظ للتأهل لمونديال كأس العالم أمام الكوت ديفوار، سيعز المرء أو يهان في تصفية المونديال. إسماعيل بالمعلم، عادل هرماش كرة بالرأس تعود للمنتخب الغامبي، ما زال المباراة ما انتهتش، ما زال المباراة ما انتهتش، ما زال المباراة ما انتهتش، ما انتهتش المباراة، لحسن الحظ، لحسن الحظ عمل كبير ينتظر إيري جاريتس على مستوى خط الدفاع، إيري جاريتس ودومينيك كوبيرلي وديديا فاروجيا وفريد سلامات وكل الطاقم المشرف على المنتخب الوطني مطالبون بعمل أكبر وبانخراط أكبر، وكل اللاعبين مطالبين بالانخراط في عمل متزن للتحضير بشكل جيد لمباراة الكوت ديفوار، 3 نقاط أو المغادرة، أو المغادرة، مغادرة تصفية المونديال، نقطة لن تسمن ولا تغني من جوع أمام الكوت ديفوار، لن نستبق الأحداث. إسماعيل بالمعلم، إبعاد الكرة في التماس، الكرة في التماس، 93 دقيقة، كرة للمنتخب الغامبي، كرة صعبة مبعدة، والحكم يمنح ضربة خطأ للعناصر الوطنية، نادر المغري لازم انه يلعب كرة طويلة، لازم انه يلعب كرة طويلة، هذا اليومنيون يستعد للإعلان عن صافرة نهاية بتعادل إيجابي نوعا ما هدف لهدف بين المنتخب الوطني والمنتخب الغامبي. كرة للمنتخب الغامبي تعود من جديد للعناصر الغامبية، ونهاية المواجهة بتعادل إيجابي نوعا ما للعناصر الوطنية، هدف لهدف، تعادل يزيد المسؤولية على اللاعبين لتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة، عمل كبير ينتظر ديديا فاروجيا على المستوى البدني وكذا إيري جريتس، يجب تحضير اللاعبين ذهنيا لتجاوز الكوت ديفوار، الكوت ديفوار ليست هي غامبيا، غامبيا منتخب متواضع، وتعادلنا معه هدف لهدف في انتظار الأفضل، سنحافظ على كل الأمال، والجميع مطالب بأن يحضر في مباراة الكوت ديفوار لمساندة الأسود، ألف تحية لهذا الرجل، لهذا المدرب المغمور الذي أصبح نوعا ما عالميا في مباراة اليوم، أولاي هشام فرج لاعب بلاعب كما سبقنا ذكرنا ولاحظنا بمقابله السنغال في نفس السيناريو، ما كاينش هناك لمسات المدرب، وهناك يعني بعض اللقطات يعني التكتيكيه او يعني ما كاينش شيء الكثير مع العلم اعتقد بانه المدرب الايطالي لوسيانو مانشيني كان ناجحا في قراءته للمنتخب الوطني المغربي، لانه الجوله الاولى شاهدنا منتخب مغاير، ولو انه تمكن انه يقتنص هدف ديال التقدم، ولكن خلال الجوله الثانيه المنتخب الغامبي كان هو السباق الى التهديد اكثر من مره، وكان بامكانه
تسجيل الهدف الثاني لولا التدخل، اعتقد التدخل كان انتحاري ديال النادي المغربي الذي انقذ مرماه من هدف كان محقق. فعلا لان اللاعبين الغامبيين تحروا لما سجلوا الهدف الاول وشافوا على انه عندهم الامكانيه انهم يضيفوا الهدف الثاني، والمستوى ديال الفريق الوطني يعني المغربي يعني ما كانش في المستوى. الملامح ديال إيريك غيريس اعتقد غير مرتاح بتاتا يعني لا لعطاء اللاعبين ولا للنتيجه ديال المباراه، ولو ان يعني المسؤوليه الكبيره كيتحملها اكيد من مباراه الى مباراه كتمنع له انه يتحسن، ولكن من الجهه اليمنى الخالق اليوم يعني كانت هناك محاولات ومغامره انه